مساء الخير، بنرحب بالسادة الحضور جميعا. معاكم دكتورة آية خليل، أستاذ مساعد بقسم الأنثروبولوجيا البيولوجية وعضو بوحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث. ميعادنا النهاردة مع المحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات السيفير ان ار سي جايد فور ريفيورز، ودي المحاضرة السادسة والقبل الأخيرة. يتبقى محاضرة أخيرة إن شاء الله، هتبقى يوم الأربعاء الساعة 2 ظهرا. والنهارده هيقع علينا استاذ دكتور محمد الشيمي المحاضره السادسه، وهي بعنوان ريفيور ريبورت اند ديسيجن. سلسله المحاضرات اللي احنا عملناها على الريفيور كانت تقام بمشاركه ما بين دار النشر السيفير ممثله في مهندس خالد شعلان، وبمشاركه خبره مصريه قويه في مجال تحكيم الابحاث استاذ دكتور محمد الشيمي استاذ المسالك البوليه قصر العيني بجامعه القاهره. أحب أنوه إن شاء الله هيبقى في بريك هناخده عشان الصلاة الساعة في حدود الساعة 7 إن شاء الله، وبعدين هنستكمل باقي المحاضرة مع دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا بك، أهلا بك دكتورة آية، شكرا جزيلا، وإن شاء الله نبدأ المرة السادسة إن شاء الله، والمرة الجاية هتبقى المرة الأخيرة بقى، هتبقى نختتم بيها إن شاء الله مسك الختام، نتمنى ذلك يعني. النهاردة هيبقى موضوعنا اللي هو بعد ما خلصنا كل الخطوات، هنهتم بقى بجزء إزاي بقى كل الملاحظات اللي شفناها إزاي نجمعها في تقرير محترم نبعته للإيديتور، وبرضه هنتناول جزئية صغيرة كده اللي هي بقى السكند ريفيو اللي هو بعتنا كومنت وبعدين الأوثر صحح عدل البحث وفقا لذلك وبعته تاني، فهتفرق ايه الحاجات الصغيرة اللي تفرق عن المرة الأولى، ونختتم إن شاء الله بأهم حاجة بقى اللي هي هاو تو جيت انفولفد، هنعرض كل الطرق اللي هي تزود فرص إن يتبعت لنا invitations عشان التحكيم. احب افكر الساده الحضور ان احنا ان شاء الله هنفتح الشات في الجزء الاخير من المحاضره لطرح اي اسئله حضراتكم عايزين تقولوها للدكتور محمد، وان شاء الله يعني متفضلا علينا يجاوب على الاسئله على قدر الامكان باذن الله. اتفضل دكتور محمد. نبدا باول جزء اللي هو التقرير. التقرير زي ما احنا شايفين نقدر نقسمه لاربع اجزاء رئيسيه زي ما احنا شايفين. الجنرال رولز، هنقول شوية تعليمات كده ان جنرال يعني، وبعد كده هنقول ازاي التقرير لازم يبقى ستراكشر ليه اجزاء، جنرال كومنتس وسبيسيفيك كومنتس، وهنقول ازاي، وبعد كده في جزء خاص بقى مش هيشوفه الاوثرز المؤلفين، هيشوفه بس الاديتور، وهنقول الجزء ده اوبشنال على فكره، مش لازم يبقى موجود دايما يعني، مش لازم نملاه دايما، هنقول لو عايزين نملاه بايه، يعني ايه الحاجه الخاصه بالجزء ده، واخر حاجه خالص الديسيجن، وزي ما اتفقنا احنا الديسيجن للمحكم مش ديسيجن، هو في حقيقته ريكومنديشن، مجرد توصيه، صاحب القرار هو المحرر اللي هو هنقول بيصل القرار بناء على ايه، من ضمن طبعا الحاجات اللي بيستند ليها هي توصيات المحكمين. طيب جنرال رولز، اول حاجه في حاجات طبعا في الجنرال لوز احنا قلناها اثناء المرات الخمسه اللي فاتوا، خليك دايما محترف في كلامك، محترف في تعليقاتك، ستاي بروفيشنال ان بايزد، مش متحيز، لا متحيز لمعلومه محدده او متحيز ضد المؤلفين، تتميز دايما بالعدل في كلامك، اي كلام تقوله بيبقى مبني على دليل علمي، ونحتفظ دايما بسريه المعلومات وسريه البحث اللي بين ايدينا، محدش تاني غيرك يطلع على هذا التقرير او على البحث، ودايما لغتك وانت بتحط التعليقات بتبقى نيوترال، ما يحسش منها المؤلف ابدا ان انت بتوجه له اتهامات او انت بتعاديه او انت بتوجه له كلام هارد او طف، لا، يبقى الكلام اوبجكتيف كله، ويحس المؤلف مهما كان الكلام فيه تصليحات كتير وفيه تعديلات كتير وصولا للريجكشن، يحس ان الحاجات دي مهمه وان الحاجات دي فعلا فادت البحث، عشان كده لازم الكلام يبقى بولايت، ولازم نحط في بالنا دايما ان احنا مش بنتكلم على الاشخاص، مش بنتكلم على المؤلفين، زي ما قلنا ما يهمناش ديانتهم ولا بلدهم ولا ابيض ولا اسود ولا اي حاجه خالص، اللي يهمنا
المحتوى العلمي اللي قدمه المؤلفين، هو ده اللي يهمنا في التحكيم. عشان كده لازم كل واحد منا avoid personal comments or criticism، مالكش دعوة بشخصية المؤلف. وعلى فكرة دي قواعد عامة في أي نقاش، يعني حتى مش التحكيم العلمي بس، أي نقاش أي موضوع بتناقشه مع أي حد لازم يعني ما تدخلش في الشخصية اللي قدامك، لا تشوف هو بيقول إيه، حتى لو اللي قدامك ده أنت عارف إن هو مش كويس، بس لازم تركز على المحتوى اللي بيقوله. شايف الكلام هو كويس ولا وحش؟ الحكمة ضلت المؤمن، يعني تشوف الكلام وترد عليه لو مش عاجبك وتقول الدليل على الكلام ده. وطبعا لما نوصل بقى لتحكيم علمي يبقى الكلام ده على قواعد واضحة زي ما احنا بنشوف. طبعا لما تيجي تكتب التعليقات بتاعتك لازم يبقى لغتك واضحة، اذا كان انت بتطلب من المؤلف يبقى لغة واضحة، وكل فقرة في البحث كله تبقى واضحة، فلازم طبعا يبقى كلامك واضح مفهوم ما فيهوش اي ايرورز. طبعا ما ينفعش تكتب تقرير الا ما تكون بكل عنايه قريت كل البحث. ليه بقى؟ علشان كتير في مرات كتيره للاسف ممكن المحكم يطلب حاجات وهي اصلا تبقى موجوده في البحث وهو ما قراش كويس، ما اداش عنايه او تركيز في القرايه، فبيبقى شكل المحكم في هذه الحكايه النقطه بيبقى سيء للغايه، وده ممكن طبعا يأثر على فرص اختياره تاني للتحكيم من قبل المحرر. لازم توضح لو في حاجات عايزة تتعدل، في أخطاء في البحث، وفي نفس الوقت تدي توصياتك علشان تحسين البحث. عشان كده بنقول constructive review، نقد بناء. احنا عايزين زي ما قلنا المرة اللي فاتت نعوم السفينة، تمام؟ فلازم تدي كل الاقتراحات اللي تخلي البحث ان شاء الله يتنشر. positive constructive way نفس الكلام. كمان في بعض الاحيان انت كمحكم من دورك اللي انت يعني من ضمن صلاحياتك اللي انت ممكن تطلب حاجات يعملها المؤلف، فالحاجات دي لازم تبقى موضح الحاجه اللي هي لازم تبقى محطوطه لازم يعملها، والحاجه اللي هو من الافضل لاختياري يعني، ولكن من الافضل اللي هي تتعمل، عشان يبقى المؤلف عارف الحاجه الاجباريه والحاجه الاختياريه. وطبعا كل مجموعه من التعليقات مرتبطه ببعض تحطها مع بعض، ما ينفعش ايه تعلق على نقطه وبعدين تعلق على نقطة تانية وتالتة وبعدين ترجع تعلق تاني على النقطة الأولى، لا، كل ما يخص النقطة الأولى مثلا تخلصه وبعد كده تنتقل لنقطة جديدة بعدها. طيب أهم حاجة بقى يعني حاجات بقى اللي ما نعملهاش اللي هو بقى don't line by line edit. انت ممكن زي ما اتفقنا اتكلمنا عن اللغة قبل كده بالتفصيل، قلنا انت ممكن تقول البحث مش مفهوم عيد كتابته كله بس جملة واحدة، او تركز على البحث كله كويس بس في جمله او جملتين فقره او فقرتين مش مفهومين تكتبهم، تقول انا عايزين انا مش فاهم الفقره دي يا ريت تكتبها بطريقه اوضح. لكن بقى لو في ايرورز بقى كتيره وغلطات في الجرامر وكده، فانت بتقول لا البحث كله مليان اخطاء في اللغه، ممكن تدي مثال او مثالين بس مش من دورك خالص اللي انت تشيل السفينه. احنا عايزين نعوم السفينه مش نشيلها، مش هنشيل بقى السفينه كلها على ايدينا، لا البحث كله نشيله على ايدينا، لا مش دورك ده، والمحرر مش منتظر ده منك اصلا، هو منتظر منك المحتوى العلمي، انت بتشير الى اللغه. واتكلمنا على ده بالتفصيل، اللي حابب يرجع للكلام ده قبل كده متهيألي كان في المره الثانيه سكند ويبينار. برضو دي للاسف بنلاقيها برضو، ودي ممكن تبقى سبب في خروج المجله من تصنيف ويب اوف ساينس او سكوبس، ان المراجع او المحكم بيطلب من المؤلف اللي هو يعمل سايتيشنز لابحاث المحكم. طبعا في بعض الاحيان ده بيبقى ضروري وبيبقى فعلا ابحاث المحكم لها علاقه بالموضوع ولازم تتذكر، فده ما فيش مشكله فيه، ولكن التعمد بقى اللي هو تحين الفرصه عشان نزود السايتيشنز بتاعتنا كمحكمين فنطلب من المؤلف واحنا عارفين المؤلف في موقف ضعف لانه هو منتظر احنا نقول توصياتنا سواء بالقبول او رفض البحث، فده طبعا ان ايثيكال، ما نطلبش الكلام ده الا لو كان ليه فعلا دور مهم جدا في البحث اللي بين ايدينا. برضو حاجه مهمه، بعض المحكمين انا بقى كاديتور بقى، بعض المحكمين بيبعتوا يروح بعتين لي البي دي اف فايل وحاطين عليه علامات التعديلات بتاعته كومنتس يعني على الفايل بي دي اف، طبعا ده مش مفضل خالص يعني، انا يعني عشان كده بقول لا ما تعملوش كده، دايما
حط كلامك وورد تمام، او حطه حتى على التمبلت اللي موجود على السايت الويب سايت تمام. ما تعملش اتاتشمنت الا لو حاجه معينه ما ينفعش تكتبها يعني، وما تعملش ما تعدلش في البي دي اف، لان التعامل معاه هيبقى صعب جدا سواء من المحرر او من المؤلف. وفي بعض الاحيان المؤلف حتى بيجد صعوبه ما يبقاش عارف هي التعليقات فين، وما يعرفش اللي هو في 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 اتاتش فايل وكده يعني. طيب يبقى تاني استراكشر بير ريفيو، دي هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. ولو قلنا في تمبلت للمجله هنملاها زي بقى حسب تعليمات المجله، وفي الاخر هندي ريكومنديشنز سواء بقبول او ريفيجن او ريجكشن تمام. بس طبعا الريكومنديشن دي ما نحطهاش ابدا في الكلام اللي هيقراه الاوثرز، ده بيبقى في الجزء لوحده، بيبقى عاده يعني المجله بتبقى كاتبه ده في جزء لوحده، فنكتبه في الجزء المخصص ليه، ما نكتبوش ابدا في الجزء المخصص للمؤلف اللي هيقراه. طيب دي مجله اهو بتاكد شويه تعليمات للمحكمين تمام. بتقول ما ينفعش تقول بس ايه accept او revise او reject، لا لازم يبقى فيه تعليقات توجهها لي المؤلفين، يا اما مش المجله مش هتستعين بالتقرير بتاعك، لازم يبقى التقرير ده constructive زي ما احنا شايفين، ولازم يبقى فيه detailed reasons لاي حاجه انت هتقولها، اي قرار انت عايزه لازم يبقى فيه detailed reasons، تحط الاسباب العلميه الواضحه للكلام اللي انت بتقوله. الايفيدنس يبقى موجود من خلال انت مثلا انت شايف معلومه مش صحيحه، فتحط سايتيشن للريفرنس في المعلومه الصحيحه عشان تبين ان المعلومه فعلا غلط اللي حطها المؤلف. وزي ما قلنا التعليق بتاعك يبقى متقسم فقرات ونقاط يعني، او حتى مترقمه، وهنقول دلوقتي في الستراكشر ريبورت ازاي تبقى فيه ميجور اند ماينور كومنتس. وبعد كده الحتة بقى اللي قلناها في الآخر اللي هو ما تعملش ما تبعتش فايل البي دي اف فايل وعليه تعليقات خالص، بيقول بس تبعت اتاتش فايل في حالة واحدة بس، ان الحاجة اللي هتبعتها cannot be included as text in the comment to author، لو حاجة ما تقدرش تكتبها في الجزء المخصص لتعليقاتك ساعتها ممكن تبعتها كاتاتش فايل. وطبعا عاملين خانه هنا عشان المحكم يمضي عليها صح، على انه هو قرا فعلا الكلام ده وموافق عليه. طيب يبقى كده خلصنا جنرال رولز، ندخل بقى على النقطه اللي بعدها مهمه جدا اللي هي ستراكشرد كومنتس. عندنا جنرال كومنت وعندنا سبيسيفيك كومنتس. اول حاجه في الستراكشر كومنت احنا عندنا ثلاث اجزاء رئيسيه للستراكشر كومنت تمام. اول حاجه ستيتمنت جنرال ستيتمنت كده اباوت ايم اند مين ريزلتس، وهنقول فائدتها ايه دلوقتي، بتلخص يعني الفكره العامه من البحث. وبعد كده تحط جنرال كومنت اللي هو الامبريشن العام ليك، الانطباع العام ليك عن البحث. وبعد كده تبدا بقى السبيسيفيك كومنتس او التعليقات التفصيليه للبحث كله تمام. هنقول كل نقطه فيهم. اول حاجه اول جزء من الاستراكشر كومنت اللي هو ستيتمنت اباوت ايم اند مين ريزلتس، انت بتقول مثلا ان المؤلفين بعتوا البحث بتاعهم عن كذا وكذا وكذا ووصلوا للنتائج الفلانيه. ده كده انت اكنك بنقول حاجتين، بنوصل معلومه للمؤلف ان احنا قرينا البحث كويس، وفي نفس الوقت بتبين للمؤلف انت فهمت ايه علشان يبقى عارف ان رسالته وصلت، ولا ان في مشكله في الرساله دي ما كانتش واضحه لدرجه ان المحكم لما حب يلخصها قالها بطريقه غلط تمام. بعد كده هتعمل سمري اللي هو نفس النقطه يعني تمام. يبقى الايم هتلخص الايم، وهتلخص النتائج الرئيسيه والكونكلوجنز اللي وصل ليها الباحث. ده كده الجزء الاولين اللي هي ستيتمنت تمام. بعد كده يبقى احنا في الاستراكشرد كومنت، اول حاجه ستيتمنت، بعد كده جنرال كومنت التعليقات العامه بقى اللي هي بتدي الانطباع العام بتاعك. زي ما احنا شايفين في الجنرال كومنت ده او الجنرال امبريشن او السمري ستيتمنت، انت بتلخص البحث كله، انطباعك بقى انت كتعليق بقى كتحكيم. في نقط كتيره قوي بس نخلي بالنا مش كل النقط دي لازم تبقى موجوده، دي كلها اختياريه تمام.
بس طبعا الحاجات اللي انا معلمها بالاحمر دي يعني يستحسن يفضل لدرجه يعني لازم تبقى موجوده، اللي احنا نبدا بوزيتيف فيدباك حتى لو قرارك النهائي هيبقى ريجكشن، دايما قلنا يبقى كونستراكتيف واي، لازم تبدا بالتشجيع تمام، وبعد كده تتكلم على اوفر اول كواليتي اوف ارت، برضه كلمه عامه يعني مش هنقول تفاصيل هنا تمام. حاجات بقى الحاجات اللي معلمتهاش بالاحمر انت اوبشنال بقى، حسب انت شايف في حته تستاهل التعليق، حاجه جوهريه في البحث من النقط دي تحطها برضو في الجنرال كومنت، مثلا اوريجيناليتي ونوفلتي، هل هو هتقول مثلا البحث دي فكره جديده جدا وانا بهني الباحثين المؤلفين على الفكره الجديده اللي طرحوها في البحث ده، او تقول بالعكس ان الفكره دي للاسف قتلت بحثا وتم نشرها في العديد من الابحاث وصولا ل randomized control trials و meta analysis. ف يعني هتبقى لكن في بعض الاحيان الفكره يعني معقوله مش مستاهله اللي انا اعلق عليها في الحاله هنا في المنطقه دي تمام. الاوردر اوف سيكشنز، ممكن تقول ان البيبر كلها properly structured، الاطوال الديسكشن الميثود الريزلتس كلها مناسبه، لو انت ملاحظ ان حاجه مكتوبه باتقان قوي وعجباك يعني، او ما تعلقش عليها مش لازم تعلق عليها، لو لاقي حاجه في الميثود محتاجه اتعلق عليها، في حاجه مشكله في الميثود مش مناسبه للديزاين اوف ستادي مش مناسب للايه، ممكن تعلق عليه هنا، او في مشكله رئيسيه في الميثود ممكن تعلق عليها هنا، او ما تعلقش لو الميثود عاديه يعني ما فيش مشكله. الكونكلوجن سبورتد باي ريزلتس ولا لا، لو لقيت الاستنتاجات نوت سبورتد باي ريزلتس ما تحطهاش، يعني 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 تقول ان هو الاستنتاجات للاسف كانت غير النتائج اللي توصل ليها الباحث، والباحث اعتمد على نتائج مكتوبه في الليتريتشر السابقه تمام. فعشان كده النقط دي ممكن تعلق عليها وما تعلقش حسب مدى جوهريتها في اللي انت حاجه مؤثره قوي في تقريرك للتحكيم. هتعلق برضو لو في اني ميجر بروبلم في او قوه البحث او مشكله كبيره ميجر فلوز في البحث، تعلق عليها تقول مثلا النقطتين، انت مش لازم بالتفاصيل بس تلمح ليها في الجنرال كومنت هنا. لو انت في مشكله في الرايتنج تقول مثلا في مناطق كتيره في البحث ما كانتش مفهومه، او محتاج نيتيف لانجويج ريفيجن علشان في اخطاء كتيره في الكتابه، او تقول اللي هي بروبرلي ريتن بيبر لو ما فيش مشاكل تمام. يبقى ده الجنرال كومنت. طيب يبقى تاني احنا في الستراكشر كومنت، قلنا الستيتمنت تلخص يعني تقول للباحث انا قريت بحثك كويس وفهمه وانت كان قصدك كذا كذا، بعد كده تقول الجنرال كومنت بتاعتك، التعليقات الاساسيه على البحث سواء سلبا او ايجابا، وبعد كده نوصل للسبيسيفيك كومنتس اللي هي بقى الشغل الرئيسي بتاعنا. هنلاقي ان فيها ان احنا ممكن نرتبها ميجور اند ماينور كومنت، او نرتبها على حسب السكشنز، نعلق على الانترودكشن لوحده، نعلق على الميثود لوحدها، على الريزلتس لوحدها، على الدسكشن لوحدها، على الكونكلوجن لوحدها، يعني رتب زي ما انت عايز. انا مثلا عاده بعلق حسب السكشن، خاصه لو التعليقات كتير، لو التعليقات بتاعتي انا شايف ان البيبر هايله، التعليقات بتاعتي 2 3 4 جمل، ممكن خلاص يبقى كده اعمل لها ميجور وماينور، وممكن اقول حتى ما فيش ميجور كومنتس لو شايف ان البيبر كويسه قوي محتاجه بس ماينور ريفيجن. على قد ما تقدر يبقى واضح انت بتعلق على اي جزء تمام، يعني حتى لو جوه الانترودكشن او جوه الميثود يبقى المؤلف فاهم انت بتعلق عليه. ممكن تقول لاين نمبر مثلا او بيج رقم كذا، وممكن تقول حاجه تانية ان انت تروح ناقل حته من البحث اللي انت عايز تعلق عليها، جمله مثلا انت عايز تعلق عليها تمام. وعاده زي ما قلنا من شويه وورينا مجله بتنبه على المؤلفين، يبقى كل كلامك متجزأ وكل جمله ليها بوليت منفصله او رقم علشان يعرف المؤلف يجاوب على كل جمله وكل كومنت وكل تعليق لوحده. طيب نتكلم بقى على الميجور كومنت، التعليقات الاساسيه. طبعا المره الثالثه والمره مش المره الثالثه بقى، المره الرابعه والمره الخامسه اتكلمنا فيهم بالتفصيل على كل جزء في البيبر، فهنا المفروض انا همشي سريعا لان الحاجات دي شرحناها بالتفصيل مفهومه، واللي عايز فيها اي حاجه ممكن يرجع للويبينار الرابع والخامس. هتشوف اي مشاكل رئيسيه في البحث بتاثر على النتائج، فلازم في الحته دي تعلق بالتفصيل لان دي اهم حاجه في جزء التحكيم بتاعك.
خاصة اللي انت هتبين بقى كمان ان هي اثرت على النتائج، اثرت على الانتربريتيشن للنتائج او الاعتماد على النتائج دي، اثرت على الفاليديتي بتاعت النتائج انترنال اكسترنال وهكذا. ممكن تقول مثلا unsuitable design لو هو الميثود نفسها مش مناسبة للaim of the study. في statistical errors، وقلنا طبعا ده optional اللي انت تعلق على statistics، بس طبعا يبقى هايل في تقريرك لو علقت عليها، لو في مثلا ارقام غلط محسوبة غلط، او الاختبارات الاحصائية اللي تم استخدامها واختيارها للداتا دي غلط، المفروض كان يختار داتا تانية، واتكلمنا على الكلام ده في الويبينار الرابع. لو في مثلا اجزاء مثلا الابستراكت فيه ارقام والارقام دي غلط اذا قارناها بالارقام اللي موجوده في المانوسكريبت نفسها، او قال معلومه في جزء وفي جزء تاني قال معلومه معاكسه كونتراديكتوري داتا، ده برضو ياثر على الراي النهائي بتاعي. يعني دي اسوا حاجه ممكن تاثر على راي المحكمين، ممكن ياخد توصيه برفض البحث لو لقى الكلام ده. برضو نقطه مهمه جدا كونفاوندنج فاكتورز نوت انالايز، وقعدنا في المرة الرابعة نتكلم بالتفصيل حوالي 50 سلايد مثلا ولا 40 سلايد على الانترنال اند اكسترنال فاليديتي، وقلنا انواع الكونفاوندنج فاكتورز وازاي ان الحاجات دي لو ما عملناش حسابها تأثر على النتائج بتاعتنا. النتائج بتاعتنا ممكن ما تبقاش، لو احنا مثلا بنقارن دواء A ودواء B، ممكن النتائج بتاعتنا مش عشان الدواء ولا A ولا B، ولكن علشان كونفاوندنج فاكتورز، زي المرضى هنا عندهم كوموربيديتيز، عندهم امراض تانية، او المرضى دول كبار في السن في المجموعه دي وهكذا. برضو بقى في نقطه مهمه، يعني لو الليتريتشر كلها ماشيه في سكه، الايفيدنس في ابحاث في بحث واثنين وثلاثه وعشره وعشرين ماشي في سكه، وبعد كده انت في البحث اللي بين ايديك ده لقيت المؤلف بيقول حاجه تانية خالص، تمام؟ فهل الايفيدنس اللي بيقوله قوي اللي هو يدعم الكلام اللي هو بيقوله ولا لا؟ ما ينفعش نخالف كل ما سبق من غير ايفيدنس قوي في ايدينا. ما ينفعش مثلا يبقى في كذا ميتا اناليسز مطلعين نتائج محدده و اللي بيقول حاجه تانية عكسهم، يعني طبعا ما ينفعش. برضو البريفيوس ورك، هل كل ما سبق نشره وكان مهم جدا في الفيلد ده في الموضوع الخاص بالبحث، هل فعلا الباحث عمل له سايتيشن وذكره في الدسكشن بتاعته ولا تجاهله؟ هل الباحث اهتم ان هو يذكر كل ما سبق نشره سواء بيعارض فكرته او بيأيدها، ولا عمل سيلكتيف ريبورتنج اهتم بالحاجات بس اللي بتأيد رأيه؟ كل الحاجات دي ميجور كومنتس مهمة جدا، وتأثر حتى على اللي احنا نعمل ريجكشن للبيبر. برضو بقى حاجات بقى ميجور برضو بس اقل شوية، مثلا البرزنتيشن، يعني دي حاجات ممكن تتصلح. مثلا الاختار فيجر مش مناسب لنوع الداتا، النوع تكست وهكذا، او مش واضحه المعلومه، مش واضحه سواء استخدم صوره او استخدم جداول، المعلومه مش واضحه. الصوت واضح ولا في كونكشن بروبلم؟ طيب انا هكمل، مستني برضو اي تعليق. طيب ماشي. برضو لو طيب تمام، لو في برضو insufficient data، يعني انا حاسس ان انا لما قريت الaim of the study، قريت الميثود، حاسس ان انا عايز بقى متوقع لما ادخل على الريزلتس هلاقي معلق على كذا وكذا وكذا وكذا، والنتائج دي معروضه بالتفصيل، لقيته عارض 2 من 5 او 1 من 6، فهيبقى طبعا دي حاجه مقلقه جدا للمحكمين، فهقول له لا انت ما علقتش ليه على كذا، ما علقتش ليه على كذا، ما علقتش ليه على كذا. وممكن بقى لما يعلق عليها في التعديلات ممكن تطلع نتائج تاثر على جوده البحث كله. اللانجوج طبعا قلناها بالتفصيل دلوقتي وازاي نعلق عليها. الايثيكال ايشوز، الايثيكال ايشوز قلناها قبل كده برضو في المره الثانيه تقريبا، المره الثانيه اتكلمنا عليها بالتفصيل، بس هنا اللي يهمني هنا اقول ان هو يعني الايثيكال ايشوز اغلبها الافضل تتكتب في الجزء المخصص للاديتور اللي هو لا يطلع عليه المحرر، خاصه لو انت شاكك في بليجيريزم، شايف ان في حاجات كتيره الباحث بيقول مثلا حاجات وانت شايف اللي هي ممكن تبقى فابريكيتد او كده، الشكوك دي تحطها في التعليقات للإديتور اللي هو هيشوفها الإديتور بس مش المؤلفين.
تمام؟ يبقى اي حاجه حاسس ان فيها احراج شويه ممكن تحطها في جزء مخصص للإديتور. لكن في حاجات ممكن تكتبها برضو للمؤلف، مثلا ما في، هو ما قالش ان في ريتن انفورمد كونسنت مثلا، فتقول انت ما فيش الكلام ده، ما فيش ايثيكال كوميتي ابروفل، تقولها عادي ما فيهاش احراج بقى، انت في معلومه مش موجوده عايزها تبقى موجوده وهكذا. طيب يبقى في جنرال رولز خلصناها، ستراكشر كومنت خلصناها وقلنا ليه ثلاث اجزاء، كومنت تو اديتور بقى جزء مخصص للمحرر برضو هنركز عليه، نقوله بقى بالتفصيل، اللي هي زي ما قلنا اهم حاجه فيها المال براكتس اللي هي ethical issues، مثلا شاكك في plagiarism، شاكك في duplicate publications، شاكك في fabrications، شاكك ان هو كاتب كلام كتير في الدسكشن ومش عامل له citation والكلام ده مكتوب في دراسات اخرى، الـ مثلا الميثود نفسها unethical، بتعرض حياة المرضى للخطر، حتى لو حاطت ethical committee approval فانت شاكك في الكلام ده لان الطريقة تعرض حياة المرضى للخطر، فيها حاجة unethical. مثلا bias، حاسس ان في bias في التقرير في الresults، في تحيز شوية في النتائج، او بقى اي conflict of interest، مثلا شايف ان مثلا الدعم الجاي للبحث ده مكتوب من شركه كذا للادويه والشركه دي بتنتج الدواء الفلاني والبحث ده بيقول ان الدواء الفلاني ده كويس ومفيش زيه. زي ما احنا شايفين، زي ما احنا عارفين الجزء المخصص للإديتور زي احنا قلنا الاوثرز مش هيشوفوه، تمام؟ لكن في نفس الوقت ما يعني مش عشان بقى ضامنين ان الاوثرز مش هيشوفوه اللي احنا نكتب براحتنا، لا يعني برضو تبقى عامل حسابك ان هو ممكن المؤلف يطلع على الكلام ده، فلازم يبقى الكلام برضو علمي، كلام محترم، لو شافوا المؤلف ما يبقاش فيه مشكلة، تمام؟ لأن ممكن نعمل حسابنا أن الإديتور ممكن يعمل فورورد الكلام ده للمؤلف، وإن كده مش بيحصل يعني، ولكن نعمل حسابنا على كده عشان يفضل كلامنا برضو بروفيشنال وتو ذا بوينت. هندي كده examples بقى المس كونتاكت، زي ما احنا شايفين مثلا هنا مفيش مثلا ethical committee approval قبل الاستادي، او البروتوكول اللي توافق عليه مختلف عن البروتوكول اللي في الدراسه، تمام؟ خاصه بقى لو الدراسه كنترول ترايل ممكن تشوف البروتوكول بتاعها لو الريفيو مش بلايند، مش دبل بلايند ريفيو. مثلا الابسيت اور ان اديكويت انفورم كونسنت، نفس الكلام اللي قلناه، او مثلا ما فيش بيرميشن لفيجر، مثلا لو كيس ريبورت مثلا وفي معلومات عن مريض ما فيش بيرميشن ان من المريض اللي هو يتم اذاعه الداتا دي، لان طبعا لما تبقى الداتا خاصه بمريض واحد او حتى لما تبقى كيس سري صغيره فيها 10 عيانين ولا 12 عيان وعملت جدول للعيانين من 1 ل 12 وكل عيان الداتا بتاعته لوحدها، فممكن يعني يتم اللي احنا نعرف من المريض يعني لو حد في نفس الدوله او في حد في نفس المستشفى او كده، ففي الحاله دي المفروض يبقى فيه بيرميشن غير الانفورمد غير الريتن كونسنت، بيرميشن اللي هو عرض الداتا او عرض صوره او عرض داتا خاصه بالمريض. زي ما قلنا لو في هارم تعرضوا ليه او ان لم يتم مراعاه البروتوكول وتنفيذه بحذافيره فتم تعريض المرضى للخطر، او مثلا سوء التعامل مع حيوانات التجارب وهكذا. طيب يبقى اتكلمنا على general rules، structure comments، comments to editor، واخر حاجة دلوقتي بقى اللي هي decision، وزي ما اتفقنا هو في حقيقته مش decision، هو recommendation، توصياتك بقى للمحرر على عشان يصل للقرار النهائي. طيب ممكن طبعا نتوقع ان المحرر ياخد رأي غير الرأي بتاعنا، غير التوصية بتاعتنا، تمام؟ ده عادي جدا ما فيهوش مشكلة، عشان كده زي ما قلنا ما تحطش توصياتك كقرار نهائي يعني في جزء المخصص للمؤلف، لا ده بيبقى جزء لوحده او بتخليه مع الإديتور. وبرضو خلي قرارك يعني انت مثلا حاطط للإديتور مثلا وكاتب ايه دي this manuscript should be rejected، ما ينفعش بقى تبقى في الجزء المخصص للمؤلفين انت عمال بقى تقول ده البيبر ما فيش زيها وفكره جديده وممتازه واتكتبت كويس والميثود كويسه والريزلت كويسه ومفيش اي حاجه، وبعد كده يفاجئ المؤلف ان البيبر ريجكتد، فيروح باعت للمحرر بقى يقول انت ازاي حصل ريجكشن وتقارير المحكمين هايله،
فعشان كده ما ينفعش لازم الكلام يبقى متوافق مع بعض، زي ما كلام المؤلف في كل اجزاء البحث لازم يبقى متوافق، ما فيش كونتراديكتوري داتا. برضو الجزء المخصص ليك في كتابة التعليقات للمؤلف او التعليقات للإديتور او التوصياتك كلها تبقى ماشية مع بعضها. تقرير المحرر بقى بيعتمد على ايه؟ بيعتمد في جزء منه على توصياتك كمحكم، ولكن خلي بالك ان في توصيات محكمين اخرين، بالاضافة طبعا لخبرة المحرر وتقييمه الشخصي للبحث. لو في كذا محكم بقى وكل واحد برأي مختلف، ساعتها المحرر هيدي وزن اكبر للمور بروفيشنال ريبورت، التقرير المكتوب بحرفية اكتر وفيه تفاصيل اكتر وفي ايفيدنس يدعم راي المحكم، او حتى ممكن يستدعي اديشنال ريفيورز علشان الكونفليكت ده يخليه يضيعه بيه راي ثالث يدعم احد بقى الرايين، او راي رابع يدعم رايين من الثلاثه وهكذا. طيب هنشوف ده جزء كده بمثال من السبميشن سايت، او يعني جزء مخصص للتحكيم على مجله مثلا. هنا بيبقى زي ما قلنا ريكومنديشن لوحدها، وزي ما قلنا اهو مش ديسيجن، ده ريكومنديشن اللي انت كمحكم تختار بقى، هتلاقي مثلا ميجور ماينور ريفيجن ريجكشن او اكسبت. تمام، هنا مثلا انستراكشنز للريفيور على السايت قبل ما تحط التحكيم بتاع التقرير بتاعك، مثلا بيقول هنا عرضنا الجزء ده قبل كده، مش بيهتم بالنوفلتي والاوريجيناليتي، هو هنا المجله دي بيهتم بالكواليتي اوف ورك بس. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه عايزك هنا تكتب ان هو مثلا تكتب نان لو ما فيش كونفليكت اوف انترست ليك كمحكم بالنسبه للبيبر دي او للباحث ده. هنا برضو بياكد ان هل في المؤلف حط ليميتيشنز في الدسكشن بتاعته، ليميتيشنز اوف ذا ستدي، وبيتاكد ان انت قريتها كويس ويطلب منك تحط رقم الصفحه. وبيطلع تقرير المحكم، ده مثال برضو من احد المجالات كده. الحاجات بقى نان اللي هو لو في كونفليكت اوف انترست، ديسكشن ليميتيشن رقم الصفحه، كومنت هل المانوسكريبت تكنيكالي ساوند، يعني قبل ما تحط التقرير بتاعك التفصيلي بتحط بتجاوب على الاسئله دي، فبتضمن المجله اللي انت قريت البحث كويس قبل ما تحط تقريرك. هل المانوسكريبت تكنيكالي ساوند، داتا سبورت كونكلوجنز، هل الاستاتستيكال اناليسز معموله صح، هل المانوسكريبت الداتا افيلابيلتي ستيتمنت مكتوبه ولا لا، واتكلمنا عليها قبل كده في الايثيكال ايشوز اللي هي في المره الثانيه، هل البرزنتيشن كويس ولا لا، واللغه كويسه ولا لا، وهكذا وانت بتقول رايك. برضو هنا عايز اي حاجه تقولها للمحرر، في مشاكل معينه في البيبر عايز تقولها للمحرر بس. هل انت عايز اسمك يطلع جنب اللي انت حكمت البيبر دي ولا لا، ده اوبشنال انت بتختار لو عايز. في بقى زي ما قلنا مجلات بتعمل سي ام اي، فهو بيقول لو عايز سي ام اي جاوب على السؤالين دول وهكذا، لو عايز البير ريفيو تروح لبابلونز تسجل ان انت حكمت البحث ده قول او لا وهكذا، وبعد كده جزء مخصص للإديتور، جزء مخصص للمؤلفين. تمام، وبعد كده بيقول طيب افرض البيبر دي اترفضت، زي ده لما كنا بنتكلم في اول مره على انواع البير ريفيو، فمن ضمنها اللي هو ترانسفيرد ديسك زي ما قلنا، اللي هو مثلا خلاص البيبر ريجكتد بس المحرر شايف ان هي فيها كلينيكال ساوند لسه، يعني يجي منها برضه، فممكن يحولها لمجله ثانيه تبع دار النشر نفسها. فبيقول في الحاله دي هل نحول المجله والبحث ومعاه قرار تقرير تحكيمك، ولو بعتناه هل عايز اسمك كمان يظهر ولا لا؟ تمام، لازم ياخد البرميشن منك كمحكم علشان ينقل تقرير تحكيمك واسمك للمجله الثانيه. طيب يبقى كده اول جزء النهارده خلصناه اللي هو الجزء الخاص بالتقرير. هندخل بقى على الجزء الثاني سكند ريفيجن وان شاء الله هنخلصه، وبعد كده ناخد بريك لصلاه المغرب. طيب سكند ريفيجن زي ما احنا قلنا عادة الإديتور بيختار نفس المحكمين تاني لو البحث اتحكم والمؤلفين ردوا على التعديلات المطلوبة، فالمفروض المحرر بيبعت للمحكمين نفسهم تاني إلا في بعض الأحيان، وقلنا أمثلة ليها قبل كده ونعيدها تاني.
ان المحكم مش ان افيلبل، يبعت له فعلا بس ما ردش حتى ما قبلش الدعوه، فبيضطر يبعت لمحكم ثالث مختلف، او التقرير المحكم بقى متاخر خالص، اتاخر عن الميعاد المفروض، او التقرير السابق للمحكم ده كان فيري ويك، فعشان كده المحرر شاله من الحسبه خالص وما بعتلوش تاني، او المحكم لما بعت تقريره كتب مثلا ريجكشن وشايف اللي هو خلاص البيبر دي مش هيجي منها اصلا، فطلب من المحرر ان هو ما يبعتلوش تاني اي حاجه خاصه بالبيبر دي حتى لو هتتحكم تاني. تمام؟ فدي يعني اوقات ممكن المحرر يختار محكمين جداد. طيب انت دلوقتي المؤلف بعت ليك الرد على التعليقات، عاده المفروض وحتى المجلات بتنبه على المؤلفين بيبقى فيه فايل منفصل اسمه response to reviewers، بيرد على تعليقاتك نقطه نقطه، عشان كده نخليها قلنا نخليها مترقمه او bullets علشان يرد عليها نقطه نقطه. بعد كده المفروض في الرد ده ما يقولش احنا عملنا كده، احنا متشكرين جدا لتعليقاتك وعملناها، لا، لازم رد المؤلف يكتب بالتفصيل هو عمل ايه. انا كمحكم مثلا بقى يعني بتنرفز لما الاقي التقرير احنا بنشكرك وعملنا الكلام ده، بنشكرك وعملنا الكلام، طب ما تقول انت عملت ايه، يعني لازم يقول عمل ايه. عاده بيبقى في ملف اضافي فيه البحث كاملا، يعني ملف فيه البحث كاملا من غير اي علامات، وملف تاني في البحث كاملا وفي هايلايتس على اماكن التعديلات، تمام، او مكتوبه بلون مختلف مثلا وهكذا. انت كمحكم ممكن تطلب من المجله او من المحرر يعني لو الحاجات دي مش موجوده ان هو يبعتها لك، انا مش مطلوب مني ان كمحكم ان انا ابدا اقرا البحث كاني بقراه لاول مره، لا، انا عايز اشوف، انا قريته قبل كده فعايز اشوف الحتت اللي تمت فيها التعديلات تبقى متعلمه لوحدها، وعايز تعليقات السابقه يبقى في رد تفصيلي عليها، يبقى يحترم الجهد اللي انا عملته كمحكم قبل كده. انت بقى كمحكم دورك ايه؟ اللي انت بقى تقرا الديسيجن السابق وتقرا كل التعليقات المحكمين اللي قبل كده، سواء تعليقاتك انت او محكمين اخرين، وتشوف ردود المؤلفين وفايل الريسبونس تو ريفيورز وتشوفه بالتفصيل وتشوف الردود بتاعتهم، وبعد كده تقرا البحث وتتاكد ان الردود دي تم اضافتها للبحث فعلا، مش مجرد رد عليك والبحث ما اتغيرش. المفروض تقرا البحث تاني وتقراه كله، بس يعني ايه، ممكن تبقى القرايه سريعه ولكن لازم بالتفصيل، قرايه تفصيليه في الاماكن اللي فيها تعديلات، وتتاكد ان التعديلات فعلا تمت زي الرد بتاع المؤلفين عليك، وان تم تصحيح المعلومات في كل اجزاء البيبر. ما ينفعش مثلا راح على جزء الريزلز وعدل المعلومه، ولكن لما جه يتكلم عنها في الدسكشن راح كاتب الرقم السابق اللي غلط او المعلومه السابقه اللي غلط اللي هي قبل التصحيح، او تلاقي الابستراكت ما تصححش وفي المعلومه السابقه اللي هي كانت غلط، فلازم تتاكد ان التصحيح شمل كل المعلومه دي في كل جزء من البحث. طيب نيجي بقى لكيفية التعامل انت كمحكم مع ردود المؤلفين، ونيجي نرجع تاني لاسمها، هي اسمها ايه؟ بير ريفيو. يعني ايه؟ يعني اللي انت بتحكم بحث لنظير ليك، لزميلك في نفس المرتبة العلمية بتاعتك، عشان كده ده تحكيم بين النظراء، انت مش مدير وهو موظف مثلا وبتأمره او في منزل اقل منك، لا، لازم تحترم رأيه، تمام. وبرضه ما يهمناش قوي عبارات الشكر والمدح، يعني بعض الـ الناس يعني بيدوا نصايح للمؤلفين عامه، فيقول ايه، بيروح حاطط اسطمبه كده جاهزه المؤلف يرد بيها على المؤلفين، وشويه ايه يجي فقرتين كده شكر ومديح، وانتوا كلامكم كان مهم قوي وكلامكم حسن البحث قوي كده. طبعا الكلام ده ملوش اي لازمه، خلاص. انا مثلا في يجي 70 بحث ولا 80 بحث، لما برد على ميجور ريفيجن انا بقى كمؤلف برد على طول بقى التعليقات المرقمه على طول، برد عليها واحد واحد، ما بوجهش اي كلمه، يعني ممكن ابقى شديد شويه او هارد كمان، ممكن يبقى ده مش يعني مش ده المثال يعني، ولكن مش المفروض يعني ان المحكم لو ما لقينيش شكرته اللي هو هيروح قايل لي لا ريجكت، يعني ما فيش الكلام ده. فحكايه الالتفات لعبارات الشكر والمدح ده سواء كمؤلف اللي انت بتكتبها او كمحكم مستنيها، لا غلط، ما فيش الكلام ده. ولازم نقول دايما كمحكمين بقى نبقى عارفين ان المؤلف هو المسؤول الاول عن البحث، ده المولود بتاعه هو،
هو اللي يتصرف فيه يتحكم فيه. انت بتقول توصياتك كمحكم ولكن مش هتجبره على الكلام ده اللي هو يعمله. عشان كده زي ما اقول ده نقاش، انت بتقول رايك وبتشوف تستمع لوجهه نظره حتى لو خلفتك، تمام؟ عشان الباحث او المؤلف هو اللي بياخد القرار في الاخر، هيقبل الاقتراحات بتاعتك ولا هيرفضها بناء على تجربته وخبرته، هو صح صاحب القرار الاول والاخير في البحث ده. لكن لو رفض حاجة لازم يحط السبب المقنع لعدم التنفيذ، لأن برضو أنت كمحكم أنت صاحب القرار الوحيد في التوصية، أنت هتقول بقى ريجكت أو كده، أنت برضو ده من حقك. فلازم لازم هو كمؤلف يحط برضو أسباب قوية واضحة لو مش هيعمل اقتراحاتك وتوصياتك في التعديلات. طيب أنواع الاستجابة إيه بقى للتعليقات بتاعتك؟ أنت كمحكم قلت تعليقات، المؤلف ممكن ينفذها، يقول لك آه طبعاً كويس اللي أنت لفت نظري كده وحطيت التعديل الفلاني، ويقول لك في الريسبونس ريفيوز عملناه بالصورة الفلانية، وتجي تقرأ البحث نفسه تلاقي التعديل موجود. أو يقول مش هنقدر نعمل التعديل ده عشان مثلاً أنت طلبت معلومات والمعلومات دي ما اتعملتش في البحث مش هنقدرش نجمعها، بس لازم ساعتها يحطها في الليميتيشنز، وانت ساعتها هتقدر بقى كمحكم هل الليميتيشن ده يأثر على البحث كله ما نقدرش نعتمد على نتائج، ولا الليميتيشن مقبول نقدر برضو البحث يفضل برضو ليه قوته واهميته. المؤلف ممكن يقول مش هنفذ التعديل المطلوب لانه غير منطقي من وجهة نظر، بس في الحالة دي بقى انت جدورك كمحكم تتفهم ان لازم المؤلف يبقى ليه وجهة نظر، ولكن لازم بقى يقول تفسيرات واضحة ونشوفها ونقراها واحنا مش واخدين موقف مسبق، لا نقراها ونشوف هل هي فعلا منطقيه ومقنعه ولا لا. مثلا ممكن مش هينفذ عشان مش قادر ينفذه، تمام؟ انت طلبت تعديل في الديزاين مش هينفع، خلاص الديزاين خلص، او في كونفاوندنج فاكتورز كتير هو مش هيقدر يشيلها، خلاص اتحطت في النتائج، او لو شلت العيانين اللي فيهم النتائج دي اللي هم عاملين كونفاوندنج ممكن يعمل مشكله ان هو يشيل عيانين كتير فتبقى السامبل سايز ضعيفه جدا. برضو نفرض ان حاجات كتيره ما قدرش يعملها فحطها في الليميتيشنز كمؤلف، لازم برضو يحط تفسير للليميتيشنز دي، يعني يقول مثلا عن مثال، يعني احط حاجه ان تاثيرها كان محدود بس طبعا بسبب قوي يبين، مثلا يقول احنا في كذا جراح في المجموعتين وده ممكن يأثر على النتائج، ولكن احنا راعينا ان الجراحين كلهم تبقى خبرتهم والاكسبيرينس بتاعتهم متكافئه، فده غالبا ما اثرش على النتائج بتاعتنا، فيبقى كده في ليميتيشن ولكن ما اثرش قوي على النتائج بتاعتنا. انت كمحكم بقى تقيم الكلام ده وتشوفه صح ولا لا. طيب في الاخر خالص انت هتوصل لقرار تاني بقى، دي السكند ريفيجن، مدى منطقية التعديلات ردود المؤلفين ومدى صحة التعديلات اللي عملوها، وهل النتائج في الآخر نقدر نعتمد عليها ولا النتائج دي بايز، النتائج دي في كونفاوندنج فاكتورز كتيرة مأثرة عليها، وهكذا توصل للقرار بتاعك أو التوصية بتاعتك اللي انت هتبعتها للمحرر، تمام؟ طبعا انت كمحكم هتلاقي أسباب هتخليك تعمل ريجكشن، مثلا بور ديزاين مش مناسب للايم اوف ذا ستدي، او الفكره قتلت بحثا والمجله بتطلب يبقى فيه نوفلتي واوريجيناليتي، او لو مثلا دماس كنترول ترايل نوت ريجستر على كلينيكال ترايل سايتس ويب سايتس، فدي في الحاله دي برضو هيتم ريجكشن للبيبر، رغم ان هي راندماز كنترول ترايل وتم جهد كبير فيها ولكن للاسف ما راعتش الكونسورت كرايتيريا. وفي حاجات بقى كوركتبل تخليها بقى ميجر ريفيجن، وفي حاجات طبعا منها مش تبعك كمحكم، ممكن اصلا الاديتوريال اوفيس من الاول ان او الاديتور يلاقي مثلا البحث مش خاص بالمجله مش مناسب لموضوعات المجله فتتحول لمجله ثانيه، او الستايل البحث اللي اتكتب بيه مش مناسب لستايل المجله، فده قبل حتى ما يوصل لك البحث كمحكم. او انت بقى شايف بور رايتنج، وقلنا نعلق ازاي على اللغه برزنتيشن اوف داتا، او اللانجوج نفسها فيها مشكله، او كونكلوجنز بعيده عن الريزلتس فتقول له لا اكتب كونكلوجنز جديده بناء على النتائج اللي في البحث ده، مالناش دعوه بريفيوس ليتريتشر، احنا عايزين كونكلوجن خاصه بالبحث بتاعنا ده.
لو مثلا بورد ديسكشن تطلب منه يعدل في الديسكشن ازاي، واتكلمنا على الديسكشن بالتفصيل قبل كده، وتطلب منه عن النقطه الفلانيه المفروض تكتبها بكذا، انت ما اتكلمتش مثلا باستفاضه في الدراسات الفلانيه اللي اتكلمت عن النقطه الفلانيه وهكذا. لو بور ريبورتنج اوف ريزلتس فيجرز تيبلز، الداتا مش كامله، تتعلق على الكلام ده وتخليه كل الكلام ده قابل للتصحيح. او بور ريبورتنج اوف ميثود، انا مش قادر اعرف هو عمل ايه بالظبط، فتطلب منه تفاصيل اكتر وهكذا. يبقى في حاجات تخليك تعمل ريجكشن، في حاجات تخليك تعمل ميجور اور ماينور ريفيجن. طيب افرض مثلا خلاص البحث الفكره بتاعته قديمه جدا كده، هنعمل ريجكشن. مع ذلك ممكن تقترح عليه اللي هو يعمل بحث جديد يركز فيه على جزء من المرضى، يبقى فيه مثلا نيو ايديا، تمام، سبيسيفيك بوبوليشن مثلا. يبقى الفكره العامه اتعملت قبل كده ابحاث كتيره، بس انت عندك جزء كبير من المرضى عندهم حاجه معينه تخليهم سبيسيفيك بوبوليشن، فممكن تركز البحث عليهم بس، فكده تبقى فكره جديده. يبقى ده اللي قلنا الكونستراكتيف ريفيو، رغم ان انت هتعمل ريجكشن بس بتوجه الباحث ازاي يستفيد من بحثه بعد كده. والحاجات التانية احنا قلناها خلاص. طيب هيتبقى بقى ده هعتبره جايزة او هدية، مش هدية شخصية مني، اللي هو هنقول بقى يعني كل بقى اللي عملناه ده ازاي، بقى كل المجهود اللي احنا اتعلمناه ده ازاي نكتر فرص ان احنا يتبعت لنا invitations من المحررين علشان نحكم. هنقول كل الفرص دي نقولها بالتفصيل، وعشان كده انا شايف ان احنا ده الوقت المناسب دلوقتي 6:53 دقيقة علشان نصلي المغرب. بنصح احنا معانا 500 واحد دلوقتي، محدش يطلع من الميتنج. المرة اللي فاتت ناس بعتوا لي كتير، انا طبعا في ناس بيبعتوا لي حتى اثناء وانا بقول الويبينار، يا طبعا مش بعرف ابص على الفيسبوك ولا هرد على حد طبعا، لكن بعتوا لي قريت حاجاتهم اللي هم عايزين يخشوا تاني، خرجوا عشان يصلوا وعايزين يدخلوا تاني ما عرفوش يدخلوا، لان في ناس تانية دخلت على طول اول ما بقت فرصه، كانوا بيحاولوا الاول يدخلوا بس العدد كان كامل. فمحدش يخرج، خليكم على النت زي ما انتم. اللي حاول في العشر دقايق دي نرجع تاني الساعه 7:05 ان شاء الله نكمل، ونسيبكم لصلاه المغرب. ربنا يتقبل، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا لحضرتك دكتور محمد. يعني هناخد بريك كده زي ما دكتور محمد قال، نرجع ان شاء الله الساعه 7:05 علشان صلاه المغرب. وفعلا يا ريت محدش يطلع، علشان بيبقى صعب الدخول بعد كده، انه لما بتبقى 500 العدد فبيبقى صعب قوي ان اي حد يدخل تاني. خليكم معانا وان شاء الله نشوفكم تاني على الساعه 7:05. شكرا.
طيب الله منا ومنكم ونكمل ان شاء الله نوصل لاخر جزء سلسلتنا اللي هو how to get involved، ازاي نسرع من فرص ان يجيلنا invitations للتحكيم. زي ما احنا شايفين هنا حاولت اقسمهم لثلاث اجزاء رئيسية. طبعا الكلام ده مش مكتوب في حتة بهذه الطريقة، يعني انا جمعت الفرص كل الفرص وازاي بقسمناهم ثلاث اجزاء رئيسية، اللي هي اول حاجة database of authors at their journal، تمام، قاعدة البيانات للمؤلفين اللي عملوا submission لأبحاث للمجلة. حاجة تانية مواقع على النت بتهتم بالموضوع ده، والحاجة التالتة دور الناشر زي السيفير وايلي سبرينجر نيتشر وهكذا. من أهم المواقع اللي على النت موقع بابلونز، عشان كده هنتكلم عليه بالتفصيل، وبيحتاج طبعا انت تسجل وفيه اكاونت يعني. وموقع جين برضو ده مهم، موقع مهم جدا، انا كإديتور مثلا بستخدمه كتير لانه برضو بيحاول ازاي بنستخدمه، بيسهل عملية اللي انا الاقي ريفيورز في نفس مجال البحث اللي انا عايز اجيب له محكم. نرجع بقى لاول حاجة الداتابيز دي، اللي هو بقى بتعتمد اللي انت بتنشر في مجلات، بتنشر ابحاث، لما بتنشر ابحاث بيكتب اسمك في قاعدة بيانات المجلات دي، وكده المحرر لما يجي يدور على محكمين فبيطلع له اسماء اللي بعتوا ابحاث في نفس مجال البحث اللي هو بيدور على محكمين ليه. بعض المجلات بتتيح يعني باثوي لوحده ان انت تعمل ابلكيشن كريفيور، وحاجه اسمها افيلبل از ريفيور هقول هنبينها دلوقتي. يبقى دول الثلاث حاجات الرئيسيه. في طبعا حاجات تانية بقى اللي هي بقى حاجات بيرسونال شويه، بمعنى ايه؟ ان انت تسال واحد زميلك في نفس المجال اللي هو مثلا لو بيحكم لابحاث لمجلات ومجاله بحث مثلا وهو مش فاضي في الفترة دي، لو اقترح اسمك، تمام؟ او مثلا انه بحث في مجال هو شايف ان انت مثلا في تخصصك اكتر منه فيبعت لك، يبقى توصي مثلا زملائك بهذا الكلام. ان انت مثلا تبقى زي ما قلنا قبل كده مثال لما كنا بنتكلم على confidentiality او الحفاظ على سرية البحث، قلنا حتى لو انت سينيور وتحتك طلاب مثلا دراسات عليا وعايز حد فيهم يراجع يحكم البحث، فما ينفعش تعمل الكلام ده الا لما تاخد موافقه المحرر. فبينا بعض المجلات بتبين بتوضح بتسال المحكم كمان ان هو لو حد ساعده يكتب اسمه، وبالتالي هيتكتب اسمك وبعد كده يتبعت لك ابحاث للتحكيم. برضو قلنا لما كنا بنتكلم على انواع المجلات، وقلنا في انواع الابحاث وانواع البير ريفيو، قلنا في حاجه اسمها بري برنت اللي هي الابحاث اللي بتنشر قبل التحكيم علشان يتيح المجال لكل من هو في المجال العلمي، كل من هو في التخصص، مش الريفيورز بس بقى، مش الريفيورز الرسميين، ان هم يبعتوا تعليقاتهم على الويب سايت اللي عليه البحث ده. فدي فرصه اللي انت تقرا البحث وتبعت تعليقاتك، وممكن المحررين يعرفوك من الكلام ده ويبداوا يبعتوا لك بقى ابحاث للتحكيم. طيب هنبدا بقى ندي امثله للثلاث اجزاء ونتكلم بالتفصيل. اول حاجه ادي مثلا مجله كيو 1 وتابع سبرينجر نيتشر ومجموعه نيتشر كمان بلس 1. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ بيسال المحكم did you receive any assistance، يعني في حد ساعدك اثناء التحكيم مثلا، اللي هو حد بوست دوك بعد الدكتوراه، او حد لسه في مرحله الدراسات العليا، بيقول لك حط اسمه. طبعا بتقول يس اور نو، لو يس بقى تحط اسمه هنا. فكده يبقى ايه ده الجزء الاولاني اللي هو سينيور يدي لك تخليك تحكم معاه. ده مثال تاني مجله برضو على ويب اوف ساينس ميديسن، تمام، عليها بقى الباثوي قلنا اللي هو تعمل ابلكيشن كريفيور، فهو بيكم ا ميديسن ريفيور، ريفيو محكم للمجله.
تمام. فهو بيقول لو انت عندك عايز تبقى كده، عايز تبقى محكم، فابعت السي في بتاعتك من الانستتيوشنال ايميل، من ايميل المؤسسه، تبعته للمجله تمام، وتبعت بقى السي في. وبالتالي وده طبعا موجود على المجله اللي هو بيكام ا ميديسن ريفيور. او حتى لو انت محكم او اكاديميك اديتور او اسوشيت اديتور، ممكن انت تبعت بيانات حد زميل عايزه يحكم تمام، اللي هو بقى ريفير اكوليك فور تمام. دي برضو بتبعتها، يبقى ده حاجه برضو على مجله بتتيح الكلام ده. طيب ده بقى حكايه اللي انت اثناء السبميشن للبحث بتاعك اصلا بيبقى فيه جزء، وانت بتملى بياناتك بقى بتعمل الاكونت بتاعتك، بيبقى فيه جزء اللي هو ممكن ما ناخدش بالنا منه، بيبقى مكتوب available as reviewer، يعني هل انت لو اردنا الاستعانه بيك كمحكم هل انت موافق على كده؟ فبتعمل كونسنت على الكلام، تقول يس تمام. فبعد كده فتدخل على طول الداتابيس بتاعه المجله دي. ده مثال برضو من مجله على ويب اوف ساينس وعلى سكوبس. طيب ده هندخل بقى شويه ندي امثله من دار النشر. ده مثلا وايلي تمام، هو برضو عليه زي كل دور النشر وزي السيفير وزي سبرينجر نيتشر بيبقى عليهم اونلاين بير ريفيو تريننج كورس تمام كده. فهو بقى كاتب هنا الملاحظه دي، وانس كومبليت، اول ما تخلص الكورس، ذا اديتورز اوف اني وايلي جورنالز، المجلات في دار النشر دي لقوا تخصصك مناسب ليهم، هيبقوا نوتيفايد ويقدروا يختاروك علشان يبعتوا ليك ابحاث للتحكيم. ده من موقع وايلي ريفيور اكاديمي تمام كده. يبقى ده مثال من دور النشر بيتيح ليك اول ما يعرفوك. طبعا هندي مثال كمان من السيفير لانه اعمق شويه، موقع بابلونز، وده يعتبر يعني ده يعتبر اللي هو الحاجه الفيصليه في تاريخ المحكمين، يعني في تاريخ التحكيم العلمي للمجلات، اللي هو موقع بابلونز، اول موقع يهتم بتوثيق البير ريفيو اكتيفيتي، وده مثلا من 2015 او قبل كده، ولاهميته اتضم بعد كده الويب اوف ساينس. وبعد كده بدات بقى دور النشر تسجل البير ريفيو اكتيفيتي، وبدات كمان الاو ار سي اي دي اللي هو الرقم زي السيفل اي دي كده بس للباحث بقى، بدات تسجل كل مش الابحاث بتاعته بس، تسجل كمان البير ريفيو اكتيفيتي، وبتبقى عامله كمان بارتنرز مع دور النشر المختلفه، بحيث يبقى اوتوماتيك اول ما تبعت الريبلاي بتاعك للمجله كتقرير تحكيم على طول المجله تروح بعته للاوتوماتيك للاو ار سي اي دي ويسجل الاكتيفيتي بتاعتك. من مميزات بابلونز اللي انت ممكن كاديتور تدخل وتدور على محكمين في اي تخصص انت عايزه، وهيظهر لك بقى ترتيب المحكمين على مستوى العالم بعدد الابحاث اللي حكموها. وفي خاصيه اكسلنت ريفيو، لو بان جنب ممكن تدور على المحكمين اللي ليهم اكسلنت ريفيوز، المحرر قال على الريفيو دي اللي هي اكسلنت، فكده يبقى حاجه كمان كويس. والبادج ده بيظهر على صفحتك على بابلونز لو انت عامل اكاونت. بالاضافه طبعا برضو التريننج كورس اللي هو بابلونز اكاديمي، بتعمل تريننج كورس برضو فبرضو لما ده بيبان على الموقع بتاعك اللي انت اخدت الكورس، وده بيسهل برضو عمليه ان الاديتورز يختاروك للتحكيم. حاجات تانية بقى كتير في بابلون، زي برضو توثيق الاديتوريال اكتيفيتي، توثيق حتى بالببليكيشن، وحتى بيطلع اتش اندكس وفقا للابحاث المنشوره في اوف ساينس، وده مهم جدا. زي كده لما بتدخل على سكوبس وتنزل الاتش اندكس، ممكن من خلال بابلونز تعرف الاتش اندكس بتاعك على ويب اوف ساينس. وبرضه ممكن تنزل سي في بقى رسمي من موقع بابلونز بكل الاكتيفيتيز بتاعتك، سواء اديتوريال، بير ريفيو اكتيفيتي، ببليكيشنز، جوائز، وهكذا. طبعا حكايه الجوائز دي، لان دلوقتي في اكتر من 2 مليون باحث على بابلونز، فبدا يترتبوا بقى حسب التحكيم، فبدا تطلع جائزه سنويه في كل تخصص حسب عدد الابحاث المتحكمه. وممكن نرتب المحكمين على حسب الدوله، على حسب اكسلنت ريفيوز، وهكذا. انت مجرد كمؤلف، لو انت كمحكم عايز توثق التحكيم بتاعك، مجرد الايميل انت بعت خلاص المجله، المجله عاده بتبعت لك ايميل شكر على التحكيم بتاعك، تعمل فورورد الايميل ده من خلال الايميل بتاعك اللي متسجل على بابلونز، فتبعته لبابلونز على طول، بتنزل بعد خلال يومين ثلاثه ينزل البحث على طول اللي انت حكمته على، تتوثق يعني البير ريفيو اكتيفيتي بتاعتك على موقع بابلون على الاكونت بتاعك.
هنبدأ بقى سلسلة فيديوهات كده بقى توثيق، هنبدأ بقى بموقع بابلونز، ونسمع كده وإن شاء الله الصوت يبقى كويس كمان. طيب خاصية برضو في بابلونز، الإديتور ممكن يعرف يتعرف على الناس اللي عايزين يحكموا للمجلة. طيب عايز بقى يطمن يشوف الهيستوري بتاعهم، سواء في البابليكيشن سواء في البير ريفيو. نرجع تاني لحتة براوز، احنا عندنا ممكن ندور على المجلات دي عملناها خلاص او هنعملها، وعندنا انستيتيوشنز ممكن ندور بالانستيتيوشنز، وممكن ندور بالدول الدولة countries، وممكن ندور عامة بالريسيرشز. طيب هقول مثلا كده بالدولة، افرض مثلا الاديتور في مجلة وجاله بحث عن حاجة معينة، مرض في دولة معينة، وعايز يجي يختار من الدولة دي. مثلا احنا هنا بيرتب الدول، بيدي معلومات عندهم على توب ريفيورز فيريفايد ريفيوز في اخر 12 شهر، فمثلا عندنا مصر موجودة رقم 17. طيب نضغط عليها كده ونشوف هيطلع لنا ايه. هنلاقي مثلا ان بيرتب لنا الباحثين من مصر، مثلا هيعرض 250 من 18000، اعلى بقى 10 مثلا اللي احنا شايفينهم هنا زي ما احنا شايفين الاسماء، وكلهم واخدين جوائز، العلامه دي ان في جائزه على بابلونز والبابليكيشنز وكمان الفيريفايد ريفيوز، وده في اخر 12 شهر على في مجلات بس على ويب اوف ساينس. تمام، ده الترتيب اكوردنج تو ريفيوز. انا مثلا هنا التاسع 248 تحكيم للابحاث. طب افرض ان رتبناهم على الاديتورز، مثلا بقيت التالت كاديتورز. تمام، وبرضو ترتيب بقى ال برضو الناس كلها هنا بيعرض 250 برضو من 18000. طيب نفرض كده احنا بنتكلم على نرجع تاني للريفيوز. طب نرتبهم كده برضو بالتخصص، يعني خليها مثلا كلينيكال ميديسن. كلينيكال يعني هنا مش زي المرة اللي فاتت، نخليها مثلا باليورولوجي في 1084 مثلا، برضو بالترتيب فيريفايد ريفيوز برضو 248 في دكتور شريف، في دكتور احمد النحاس، وهكذا دكتور محمد جلال. يبقى عدد الريفيوز مترتبين، ريفيورز بقى مترتبين على حسب عدد الريفيوز في مجلات ويب اوف ساينس في اخر 12 شهر. طب مثلا لو رتبناهم بالاديتوريال اكتيفيتي برضو نفس الكلام 85، مفيش اديتوريال اكتيفيتي تانية في المسالك. طيب ده بالنسبة للكونتري. طيب احنا عايزين مثلا بالانستيتيوشنز، هنشوف مثلا هكتب مثلا كايرو يونيفرسيتي. تمام، في مثلا 15500 منهم هيعرض 1500. طبعا حاجات كتيرة قوي. هنختار بقى حسب كايرو يونيفرسيتي، خليها ال اكتر عدد موجود فين، نخليها كايرو يونيفرسيتي جيزه ايجيبت مثلا. هنا برضو بيدي معلومه عن الانستيتيوشن، وبيدي ممكن تروح الويب سايت، بيقول 895 باحث، وهي second in Egypt، في 10724 reviews second in Egypt في آخر سنة بس 3534، والpublication 7816، ومرتب الباحثين
مثلا برضو في جامعة القاهرة. طيب لو رجعنا تاني وعايزين ندور بحاجة تانية، ندور بقى ايه بالريسيرشرز عامة، برضو ويب اوف ساينس واخر 12 شهر. هنا احنا عارفين طبعا عدد الباحثين اكتر من 2 مليون متسجلين على بابلونز، ودي طبعا حكاية الجوائز، خدوا جوائز في بابلونز. طيب احنا عايزين بقى بالريسيرش فيلد نخليها مثلا بالريسيرش فيلد، نختار مثلا ايه، نجرب كده برضو تاني حكاية ال كايرو يونيفرستي جيزة ايجيبت، هيطلع الله نفس الارقام، 895 نفس الكلام، 895، ومرتبين برضو حسب البير ريفيوز. طب لو مثلا الاوديتوريال ريكورد نفس الكلام. طيب نلغي الانستيتيوشن ونرجع تاني نخليها بقى ايه عامة ريسيرشرز عامة، نشوفهم مرتب بيعرض برضو حوالي عدد محدد منهم في البداية، لكن احنا مثلا نختار يورولوجي مثلا في 1480 هنا بقى على مستوى العالم، فبرضو ممكن ترتبهم على حسب الـ verified reviews او على حسب الـ editorial record. مثلا editorial record 85، verified reviews 248. طيب يجي بقى الـ معانا مثلا برضو في دكتور مثلا احمد النحاس من المنصورة، هنتكلم هنا على مستوى العالم. طيب نختار واحد كده اللي يقدر بقى الايديتور يدخل يعرف كل البيانات بتاعته، ان هو توب بي ريفيور، البابليكيشنز، الاتش اندكس اكوردنج تو ويب اوف ساينس حاجه مهمه جدا، عدد الريفيورز اللي عملها. تمام، ولو دوسنا على توب بي ريفيور دي هتظهر كل الجوائز اللي خدها 2019 2018، وبعد كده البابليكيشنز بتاعته، وحتى ممكن نشوف برضو حاجه عن السي في بتاعته. تمام، انستتيوشن والمجلات اللي هو بيحكم فيها، واذا كانت على ويب اوف ساينس ولا بيظهر جنبها كده، وكمان ممكن بقى تروح لو عايز الليستة كامله تروح وتشوفها الليستة الكامله. فدي برضو بتفيد جدا، انت بتستفيد كباحث اللي انت بتسجل كل الاكتيفيتيز بتاعتك، والاديتور بيستفيد اللي هو لما بيدور على باحث في تخصص معين يقدر يلاقي كل البيانات موجودة. طيب يبقى كده عملنا برضو تاني، عملنا براوزنج، شفنا حكاية البحث عن طريق الانستيتيوشن او عن طريق الكونتري او حتى ريسيرشرز عامة، واختار بقى التخصص زي ما عملنا، وشوفنا برضو او هنشوف حسب بقى انا هرتب الفيديوهات ازاي في البرزنتيشن، حكايه الاختيار المجلات، واللي احنا نضغط على ايكون معين ونبين ان احنا عايزين نشارك في التحكيم في المجله دي. طيب ده اول فيديو، ده يهمنا كمحكمين كمؤلفين كإديتورز. الفيديو بقى الجاي ده مهم قوي، لانه بيبين بقى ازاي انت كمحكم تبعت المجله وتقول لهم انا عايز احكم، ان انا available as reviewer. تمام، هنشوف دلوقتي الفيديو ده مهم جدا. دلوقتي هنبين خاصية مهمة جدا لموقع بابلونز، وازاي يقدر المحررين يتعرفوا عليك كمحكم ويختاروك. لما نعمل براوز في اختيار اللي هو باي جورنالز، لما نضغط عليه هنا زي ما احنا شايفين هيطلع المجلات كلها. احنا ممكن نعمل فلتريشن شوية، هنختار التخصص بتاعنا مثلا، مفيش هنا طبعا بالتخصصات مش بالسب كاتيجوري او كاتيجوري، لا يعني باكبر من كده شوية، مثلا كلينيكال ميديسن
ده يشمل كل التخصصات الطبية بما فيها المسالك. فظهر مثلا 1500 مجلة، وهيعرض يعني 1500 مجلة من 2035. طيب لو انا قلت مثلا كلمة يورولوجي فيها، عايز يبقى ايه الحاجات الخاصة بالمسالك قوي، فظهر هنا كام؟ 34 مجلة. عندنا هنا كذا معلومة عايزين نوضحها. اول حاجة معنى كلمة صح ان المجلة دي بارتنر مع بابلونز، وان البابلونز بتضمن المجلات دي، وان امكانية ان المحرر يستخدمها كمحكم لما نعمل الحاجات هنقولها دلوقتي بتبقى اعلى شوية من المجلات التانية. المجلات التانية برضو تظل مجلات محترمة، بس بابلونز بيقول ان انا مش انا اللي بدعم المجلات دي، لا ده دي مجلات موجودة ولكن بغض النظر عن دعم بابلونز ليها. لكن مثلا روبيان يورولوجي اقوى مجلة في المسالك البولية. طيب عايزين نشوف حاجة كمان، نشوف بقى ايه لما نضغط على مجلة مثلا روبيان يورولوجي بيقول معلومات عن المجلة، تمام؟ بيقول مثلا عدد الريفيوز 2035، بيقول مثلا الهاندلنج توب ريفيورز للمجلة، تمام؟ وأسمائهم. وبعدين هنا بقى الحتة اللي تهمنا، كليك تو ليت ذيم نو بالإيميل بتاعك على بابلونز. فبيقول هنا انت لما تضغط على الايكون ده كده بتبين ان انت رغبتك في ان انت تحكم للمجلة دي، وان هم هيطلعوا على الكلام ده، تمام؟ طيب انا هضغط دلوقتي فبتظهر انه بيقول لك ان المجلة هتقدر تكونتاكت يو علشان تعمل تحكيم للمجلة لو المجلة بارتنر مع بابلونز. دلوقتي اختفت الايكون ده، اختفى اللي احنا ضغطنا عليه وظهر بداله you have expressed interest in reviewing for European urology. خلاص اللي انت بقى خلاص consented اللي انت تحكم، والايميل ده اللي هم هيعملوا كونتاكت ليك عليه. طيب دي حاجة عايزين نشوف مجلات تانية عشان نشوف بس الانواع كلها. مثلا مجلة انا بحكم فيها اوريدي، هختار مثلا بيدياتريك يورولوجي، مثلا في جورنال اوف يورولوجي، في بيدياتريك طبعا كلها مجلات محترمه، مثلا جورنال اوف بيدياتريك يورولوجي، نفس الكلام تبع السيفير. بيقول مثلا عدد برضو ريفيوز، وبعد كده بيقول برضو التوب ريفيورز مثلا في اخر 12 شهر، مثلا انا تاني واحد مثلا 9 ابحاث عملت لهم ريفيو. في برضو دكتور محمود الفقي معانا برضو في مستشفى بوريش بس جراحة اطفال، انا جراحة مسالك، فبرضه موجود حاجه كويسه جدا. بس هنا نلاحظ ان مفيش الايكون بتاع اللي انت تبين ان انت عايز تحكم المجله، لان يعني بابلونز بيشيله لو انت اوريدي محكم في المجله دي. طيب نشوف حاجه كده تانية، حاجه مثلا تبع دار نشر تانية بي ام سي يورولوجي مثلا، برضه هو بيقول تبع كلينيكال ميديسن، وبيقول هنا اوفيشال بارتنر عشان كده قدام علامه صح وقدام على صاحب الازرق. نفس الكلام بالايكون مش موجود لان اوريدي انا بحكم ليها. بيقول هنا برضو توب هاندلنج اديتورز، وبعد كده بيقول كمان توب ريفيورز اون بابلون برضو في اللاست في اخر 12 شهر، برضو الدكتور تامر علي زميلنا مسالك بولية 26 بحث، وانا بعديه على طول 15 بحث لنفس المجلة. في برضو دكتور احمد النحاس من المنصورة زميلنا برضو، فبرضو موجود، يعني الحمد لله مصر عاملة شغل في المجلة دي شغل قوي. فده برضو مثال. يبقى تاني انت ممكن تختار المجلات وتبين تضغط بقى على الايكون اللي انت عايز تحكم، وزي ما قلنا التخصصات كلها، كل التخصصات موجودة، كيمستري كمبيوتر بيولوجي اجريكالتشر كروس فيلد
ايكونومكس انجينيرين، كل التخصصات مهما كانت هتلاقيها موجود. اظن ده فيديو مهم جدا، من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها بصراحه، وحاسس ان هي هتفيد طبعا، لانها كده فهمت ازاي نقدر ندخل ونعمل اكاونت، وازاي ندخل على المجلات ونقول لهم اللي احنا افيلبل، اللي احنا نحكم للمجلات دي. طيب هنا بقى هنشوف موقع تاني اسمه موقع جين، هو اختصار يعني Journal Author Name Estimator. احنا في سلسلة قبل كده في المركز القومي للبحوث شرحناه في كيفية اختيار المجلة. انت بتحط الابستراكت بتاعك وبتختار مثلا Find Journal، انت عايز تنشر بحث، فالابستراكت بتاعك بعد ما خلصه بتحطه وتقول Find Journal، فهو بيرتب لك المجلات على حسب قربها وبعدها من الموضوع ده. لكن احنا النهارده هنستخدمه في حاجة تانية اللي هو بقى Find Author، وهنشوف ازاي من خلال الفيديو. موقع اخر مهم علشان البحث عن الريفيورز، ممكن يستخدمه الايديتورز فعلا، انا شخصيا بستخدمه في بعض الاحيان. بالابستراكت للمانوسكريبت بتحطه فيه هنا في السيرش بوكس هنا، وبعد كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده بتعمل find authors. انت ممكن تدور على articles مشابهة او مجلات مناسبة للابستراكت ده، او تدور لو مثلا للابستراكت المانسكريبت انت كتبتها وعايز تنشرها، فممكن تدور على مجلة مناسبة. لكن احنا يهمنا دلوقتي ندور على authors لنفس الموضوع. بيبان قدامنا كل الauthors اللي نشروا في نفس الموضوع، وممكن نختار منهم، كل واحد منهم بيبقى قدامه الايميل وقدامه الارتكلز اللي هو نشر. مثلا اهو الايميلات موجودة هنا، وايه هي البحث المشابه اللي نشره الباحث ده، عشان كده ممكن اختاره اللي هو يحكم بحث بنفس الكريتيريا يعني، او الابستراكت بتاعه مشابه. فدي نقطة مهمة جدا وسايت مهم جدا يساعدنا في اختيار المحكمين. طيب لو احتاجنا مثلا نعرف اكتر عن البحث، احنا عرفنا الايميل بس عايزين مثلا نعرف الانستيتيوشن، فممكن من خلال اللي احنا نضغط على البحث الافيلبل دي، ده مثلا دخلنا على موقع المجلة وموقع البحث، وبنلاقي الباحث مكتوب اسمه بالكامل وكمان الداتا بتاعته، مثلا الديفيجن اوف بيدياتريك يورولوجي ابو ريش شيلدرن هوسبيتال كايرو يونيفرسيتي كايرو ايجيبت. يبقى كده عرفنا ايميل الباحث، عرفنا اسمه بالكامل، عرفنا الافلييشن بتاعه، وكده نقدر نبعت له انفيتيشن رسميه لتحكيم البحث. يبقى كل ما تنشر كل ما الداتا بتاعتك تبقى متوفره هنا، كل ما يبحث الاديتور يلاقي اسمك موجود من خلال الابحاث القريبه للابحاث اللي انت نشرتها. ومن هنا تيجي اهميه موقع جين. هننقل بقى تاني على في دور النشر على موقع السيفير، وبرضو شغل عالي جدا بخصوص الريفيورز. طبعا كان مهندس خالد كان عمل المره الويبنار الثالث، كان شرح حاجات كتيره في الخدمات اللي بتقدمها دار النشر السيفير للمؤلفين والمحكمين، ولكن هشرح بقى بالتفصيل الموقع وفوائد الموقع، وازاي بقى نقدر برضو نبعت للمجلات اللي احنا عايزين نحكم. دلوقتي هنبين بقى برضو الخدمات اللي بيبينها او بيقدمها موقع السيفير للريفيورز، وحتفيدنا دلوقتي ازاي برضو نوصل للإديتورز وازاي يختارونا كمحكمين. طبعا جزء من الكلام ده كان اتعرض في المحاضرة الثالثة مع المهندس خالد شعلان،
ولكن برضو هنعرضها تاني في الجزء الحتة بتاعت ازاي اللي احنا نقدم وازاي المحررين يقدروا يعرفونا ان احنا عايزين نحكي. طبعا في جزء كامل على موقع السفير مخصص للريفيورز زي ما احنا شايفين هنا السفير.com ريفيورز، وممكن حتى نختارها من السيرفيس هنا، في خدمات للإيديتورز وفي خدمات للريفيورز. تمام، لما ندوس عليها بيطلع قدامنا ده اللي هو ريفيور هاب، وعشان نعمل ساين ان الاكونت بتاعتنا. طبعا كل ما حاجات خدمات السفير بنفس الاكونت. في حاجات مكتوبه كمان لي اللي هو ازاي تعمل بير ريفيو في كل مرحله، بيفور يو بيجن، مانجينج يور ريفيو، ستراكشرنج يور ريفيو، افتر يور ريفيو، بتفاصيلها. وكمان كورس كامل ممكن نقوله في فيديو تاني، لكن احنا دلوقتي هنشوف ريفيور هاب كل ما يتعلق بتوثيق نشاطك التحكيمي وازاي الاديتورز يقدروا يوصلوا ليك. دلوقتي بنعمل ساين ان الاكونت بتاعتنا، وهيطلع لينا دلوقتي الاكونت بكل الخدمات اللي فيها اللي هي ريفيور هاب. زي ما احنا شايفين الاكونت اهي باسمي دلوقتي، في زي ما احنا شايفين سبع حاجات تقريبا نقدر نختار بينها. اول حاجه لو ليك انفيتيشنز دلوقتي من اي مجله تابعه للسفير هتظهر هنا، ولكن لو انت بقى فعلا قبلت الانفيتيشن وبتعمل تحكيم حاليا برضو هيبقى من النقطه الثانيه دي، هيظهر هنا لو فيه. طيب نشوف بقى الريفيو هيستوري، ممكن اول جورنالز وممكن بالمجلات اللي انت حكمت فيها. لو انت تعد المجلات هنا 2 3 4 5 6، فهو هنا بيقول فعلا انت عملت تحكيم لست مجلات وحوالي 63 تحكيم لهذه المجلات. تمام، هنا بيرتب بقى على حسب الابحاث نفسها وكل بحث اخد كام ريفيوز. لو ريفيو واحده يبقى زيرو، لو مثلا لغايه 4 ريفيو يبقى 3، يبقى بتنقص واحده يعني، والتاريخ بتاعها والمجله بتاعتها. وهنا بيبقى في اكشنز، الاكشن ده اللي انت تفتح على صفحه المجله اوبن ان اديتوريال مانجر، او اللي انت فيو ديتيلز. فيو ديتيلز دي بيجيب لك كل تفاصيل البحث والمجله ورقم البحث والابستراكت وكل الكلام الخاص بيه. ده بالنسبه ل الديتيلز. طيب ده يبقى كده كل نشاطك على السفير، تمام، من الاول للاخر. لو انت عايز بقى المجله واحده مثلا، نختار مثلا جورنال اوف بيدياتريك يورولوجي، هنشوف هيطلع لنا ايه. زي ما احنا شايفين قدامنا قال مثلا في 40 ريفيوز كومبليتد، تمام، وبرضو مرتب الابحاث وكل بحث عدد الريفيوز فيه والتاريخ بتاعه، ونفس الكلام فيو ديتيلز اوبن ان اديتوريال مانجر. طب وممكن بقى تطبع هنا ريكوجنايزد ريفيور سيرتيفيكت، ممكن تطبع نشوفها كده، لو ضغطنا عليها هيظهر ايه، هيبقى شهاده بتبين ان انت حكمت للمجله دي. طيب هي فعلا ظهرت هنا اهي، اسم المجلة، اسم دار النشر، ولاية في المجلة، وان انت من بداية بقى من اول ما من اول بحث خالص بيحط تاريخه ماي 2017 اللي انت حكمت، ولغاية دلوقتي 40 ريفيوز واسمك، تمام، وكل الكلام ده، تمام، واسم المجلة وكده، يبقى دي شهادة من السفير. طيب طب لو كنا مثلا كل المجلات تاني، مفيش هنا شهادة لكل المجلات مع بعض من دار النشر، يعني بتبقى لكل مجلة لوحدها. طيب مثلا يورولوجي، مجلة يورولوجي برضو تابعة للسفير، طبعا المجلات هنا كلها تابعة للسفير، مش شرط بقى نقول، مش محتاجين نقول ان احنا ريفيور هاب التابعة للسفير. طيب نشوف المجلة دي كده هيطلع ايه، بيحمل برضو معانا.
16 ريفيوز كومبليتد تمام، وبرضو كل عدد الريفيوز كل الكلام ده، وبرضو لو عايز تطبع سيرتيفيكت ليها. طيب نشوف اللي بعدها، دي بقى ده الريفيو هيستوري. بعدها على طول المكافآت اللي بتديها لك السيفير مقابل كل تحكيم بتعمله. هنلاحظ اللي هو بتبقى فيه 30 يوم فري اكسس اللي انت تدخل ساينس دايركت واسكوبس، توصل لكل المجلات اللي فيه وتقرا كل الابحاث تمام. وبتبقى مش بتستخدمها على طول من ساعه التحكيم، بيبقى اول ما تفعل، اول ما تدوس على دي تبدا تفعل ال 30 يوم دول، وبيبقى ليك 6 شهور كاملين اللي انت تفعل فيهم المكافاه دي وتاخد فري اكسس. وده يفرق حتى عن زي ما شرح مهندس خالد قبل كده، ان ده بيفرق عن الاكونت من خلال بنك المعرفه، بيبقى في مجلات اكتر ممكن ابين كده كذا سلايد ليها، المجلات الاكتر اللي بيبقى ممكن يتاح لك الدخول ليها بالمكافاه دي اللي انت حكمت ليه مجلات في السيفير. يبقى دي هي المكافئات بتاعك. طيب جزء بقى السيرتيفيكتس اللي انت من كل مجله تقدر تطبع السيرتيفيكت ليها تمام. مثلا هنا اليورولوجي، احنا شفنا البيدياتريك يورولوجي، بقى ممكن توصل للسيرتيفيكتس من حاجتين، من الهيستوري وكمان من حته خاصه جدا بالسيرتيفيكت. نفس الكلام زي كده ما قلنا بداية الكيولوجي، هنا برضو عدد الريفيوز وبداية اول ريفيو لغاية دلوقتي. طيب في بقى اخر في او قبل الاخيرة يعني البروفايل بتاعك، وده مهم لان ده اللي هيطلع عليه الاديتور لما يجي يشوف انت هتحكم ويختارك للتحكيم. يقول لك عدد البابليكيشنز من 1 لـ5، من 6 لـ10، اكتر من 10. وبعد كده بيقول لك حط الاي دي بتاعتك، سواء بقى في او ار سي اي دي، في سكوبس، في ويب اوف ساينس، وتحط اللينك بتاعتهم. ولو عايز تزود عن كده الكونتري مصر، الموقع بقى بتاعك الاساسي، ممكن تختار موقع الجامعه، ممكن اخترت هنا مثلا موقع بابلون. وبعد كده لو خدت الاونلاين بير ريفيو كورس بتعلم هنا، وده مهم ساعة اختيار من المحكمين. طيب هنا بقى بيقول لك ايه، ان احنا لما انت تعمل الاكاونت بتاعتك دي ممكن نوري البروفايل بتاعك للمجلات اللي هي ممكن تختارك للتحكيم. المحررين بتوع المجلات هيقروا المعلومات بتاعتك وان انت عايز تحكم، وساعتها يختاروك للتحكيم. وده هيظهر لينا في اخر حاجه اللي هي فولنتير تو ريفيو، انت بقى بتقول انا مستعد احكم في المجلات اللي انت بتختار المجلات تمام. كل المجلات تبع السيفير هنا انت بتختار مثلا حسب السبجكتس، مثلا عايزين ميديسن اند الاسنان كمان. طيب انا عايز مثلا في يورولوجي، جيرياتريك، جيرونتولوجي، ميديسن، نفرولوجي، اوبستاتريك، نيكولوجي، اونكولوجي، اوفثالمولوجي، ولا بس سيرجري. في مثلا سيرجري وفي ترانسبلانتيشن. طيب يبقى مثلا خلينا سيرجري، في يورولوجي اهو اخترناه. طيب مثلا هندي بقى كذا مثال، مثلا اكتيرولوجيكا اسبانيول، مجال الاسبانية المسالك البولية مثلا، انا قلت اللي انا عايز احكم ليها، ممكن بقى اعمل ويدرو، اسحب الفولنتير اللي انا المتبرع بالتحكيم او متطوع للتحكيم، وهو هنا بيدي لك معلومات عن المجال. طب المجالات التانية اللي انت لسه ما كتبتش فيها مثلا بيقول انت بقى تدوس على هنا على الايكون ده لو انت عايز تعمل ريفيو فور جورنال مثلا. طيب
نشوف كده بقية المجلات، كل اللي صح ده اللي انت فعل load more journals. نشوف كده مجلة مفيش لسه ما عملتهاش، مثلا بون انكولوجي بيدياتريك يورولوجي. طبعا المجلة اللي انت اصلا حكمت ليها خلاص مفيش الايكون ده، view review history already انت حكمت ليها. مثلا نختار طيب مثلا باللابروسكوبيك اندوسكوبيك الروبوتيك سيرجي ريفيو فور جورنال، ماشي. هنا بيقول لك why do you want to review for this journal، مثلا I am an expert to have an interest in the field. اوكي ممكن optional message for it. لو انت عايز مثلا عايز اقول يورولوجي ومثلا عايز اقول اندو يورولوجي، يبقى كده بينت لي الحاجات اللي انا عايز احكم فيها. وبرضو ممكن يعرض ليك تفاصيل عن جون كونفير دلوقتي حاجة ظهرت علامة الصح، ومتقدر بقى تعمل وترو دلوقتي واختفت علامة ريفيو فور جورنالز. يبقى ده برضو مثال المجلات. وهنا بيقول لك مثلا currently volunteering for 14 journals، يبقى كده المجلات البروفايل بتاعك تتطوع في تحكيم مجلات محددة حسب التخصص اللي انت عايزه. الاديتورز يشوفوا البروفايل بتاعك ويختاروك للتحكيم، وهيعرفوا اذا كنت خدت certified course ولا لا، وهيعرفوا الهيستوري بتاعك كله في التحكيم. ويبقى كده مميزات برضو رائعة لريفيور هاب على موقع السفير، هنستفيد منه اكيد، وده هيخلينا نسرع عملية ان احنا تجيلنا دعوات للتحكيم. طيب حاجة مهمة جدا قلناها اللي هي خدمات السفير، ونقبلها خدمات بوبلونز، حاجات فعلا بتسرع عملية التحكيم. هنا بقول بقى الحاجات اللي قالها سريعا كده اتنين سلايدز هقالهم دكتور او باشمهندس خالد شعلان لما كان بيتكلم على الفرق بين الفري اكسس وبين الاكسس بتاعتنا من خلال بنك المعرفة. بيقول ان في بعض الحاجات متوفرة من الاكسس الفري اكسس للمحكمين بس، زي مثلا مجلات في تبع اللانسيت او سيل بريس ومجموعة قوية برضو في تبع للسفير، او بعض المجلات اللي بنسميهم سوسايتي جورنالز وبعض الكتب. وكان عرضهم بقى بس مهندس خالد وقال اللانسيت دي مجموعة لانسيت ومجموعة سيل بريس حوالي 19 مجلة، وحاجات بقى سوسايتيز انترناشونال مشهورة جدا، وقال منهم مثلا مايو أو مايو كلينيك أو كده، والتخصصات المختلفة للمؤسسات دي. فكل دي مجلات متاحة بس من خلال الهدايا أو مكافآت المحكمين من خلال ريفيور هاب لموقع السفير. طيب ده بقى ايه السلايد بتاع مش نكسس ويبينار بقى، ده السلايد بتاع المره اللي فاتت اللي عرضناه. احنا بقى ايه نكمل الفرص اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. تبعتوا لي على الايميل ده 3 شهادات و من الشهادات للويبينارز اللي حضرتوها، وتقول البيانات بتاعتك، التخصص بتاعك، اسمك العلمي اللي عايز يتكتب، الايميل بتاعك، وطبعا يبقى انستتيوشنال ايميل قدر الامكان. هل ليك خبره قبل كده بريفيو ولا لا وتقولها. هل ليك باست بابليكيشنز ولا لا وتقولها. عدد مثلا بابليكيشن، ممكن تحط الـ ORCID بتاعتك، الافليشن بتاعك المؤسسة، ولو في بابلونز اكاونت وهكذا، وتبعت لي على الايميل. في بعض الزملاء فعلا بعتوا لي، فدي برضو فرصة عشان انا كمحرر مجلات مسالك ممكن لو احتجت بقى تخصصات زي التخصصات المكتوبة، لان في ابحاث طبعا بتبقى ما بين تخصصات مختلفة زي مثلا باثولوجي، كلينيكال باثولوجي، راديولوجي، راديوثيرابي، فارماكولوجي، انيمال ستاديز، وطبعا يورولوجي، انترنال ميديسن، مايكروبيولوجي، بيدياتريكس، نيفرولوجي، كوميونيتي ميديسن، بابليك هيلث، بيدياتريك سيرجري، اونكولوجي، وهكذا. او حتى حد خبير في الاستاتستكس ممكن يقول كده ويبعت، لان طبعا بيبقى في بعض البيبرز محتاجه خبير في الاستاتستكس، فممكن يقول الكلام ده بحيث برضو يفيد. يبقى كده قلنا فوائد how to get involved. هنختتم بقى بدي اللي هو التريننج كورس على السفير فور بير ريفيوز، برضو ندي فكرة عنه. برضو بس مهندس خالد كان قال عليه، بس هقولها برضو بالتفصيل، برضو هتفيدنا كلنا ان شاء الله. هنقول برضو كل الخدمات اللي بيقدمها السفير للباحثين. هركز الاول على السفير فور
ريفيورز لو ضغطنا عليه ودخلنا على الموقع هنلاقي ريفيور هاب اللي احنا شرحناها قبل كده. ولكن هيهمني بقى ايه اللي هي المادة العلمية اللي بتتقدم للمحكمين لكيفية إجادة التحكيم. لو اخترنا طبعا داتا كاملة نختار واحدة منهم، بندخل على طول على الخمس أجزاء الرئيسية: before you begin, managing your review, structuring your review, after your review, and tools and resources. زي ما احنا شايفينها بالتفصيل لغاية ما نوصل لكل الريسورسز دي اللي موجودة تحت. من ضمن الريسورسز المهمة قوي اللي هي زي ما احنا شايفين هنا certified peer review course. لما ندخل عليه هيظهر قدامنا الكورس كامل، وندخل على حاجة تانية اسمها researcher academy، فيها كورس للريفيور وفيها كمان كورسات لكل حاجة كباحث بقى كمان، يعني مش بس كريفيور. طبعا السيرتيفايد بير ريفيو كورس زي ما احنا شايفين في 12 سيشنز، كل ما تخلص واحده بيبان عندك انت خلصت كم واحده والوقت اللي خدته، وكل واحده منهم الشرح بتاعها بالاسئله بتاعته، فيديو بماده علميه بالاسئله بتاعته. لو اخترت مثلا ستارت ليرنينج بيظهر ليك الفيديو والحاجات اللي بعده واللي قبله و about this video ومين اللي بيقدمه وحتى تعليقات من الزملاء اللي اخدوا الكورس ده قبل كده وهكذا. يبقى ده برضو certified peer review course او peer reviewer course كجزء يعني من researcher academy. طيب احنا ممكن نعمل login على ريسيرشر اكاديمي زي ما قلنا نفس الاكاونت لكل الحاجات اللي على السكوبس كل الخدمات. دلوقتي دخلت بقى على الاكاونت بتاعتي فباين هنا اللي انا خلصت ال 12 كورس الوقت كله وكل الكورسات اللي تم اخدها. طيب لو ضغطت تاني على هنا على اسمك هيبان بقى كل السيرتيفيكتس اللي انت اخدتها. تمام شو اول سيرتيفيكتس اللي كل كورس بتخلصه بتاخد السيرتيفيكت بتاعته وبيبقى فيه شهاده مجمعه للكورس كله في الاخر. لكن زي ما قلنا ريسيرشر اكاديمي مش بس للبير ريفيو، هي جزء منها نافيجيتنج بير ريفيو، لكن في حاجات تانية ريسيرش بريباريشن رايتنج فور ريسيرش. وزي ما شايف كل واحده فيها كمية كبيرة من الريسورسز، هنا مثلا 23 موديولز، publication process بالريفيو، وبعد كده communicating your research. فخدمات كبيرة جدا بتشمل كل مراحل البحث العلمي بيقدمها موقع ريسيرش الأكاديمي على السيفير، ومن قبله كمان اللي هو reviewer hub اللي هو بنقدر من خلاله ندخل على نتطوع في مجلات نختارها للتحكيم، ويقدر من خلال الموقع المحررين يعرفوا بياناتنا ويختارونا لتحكيم الأبحاث المناسبة. كده الحمد لله. دي مثلا شكل الشهادة النهائية خالص بعد ما تخلص كل الكورس بتطلع بالصورة دي. وكده الحمد لله خلصنا النهاردة، وأتمنى يعني تكون فايدة. وأفكركم الختام بقى ختامها مسك إن شاء الله يوم الأربعاء 7 إبريل بعد يومين إن شاء الله هيبقى الجلسة الختامية بقى، وهيشرفنا فيها 2 إديتورز من السبير سيل بريس، وطبعا هيبقى بعدها جلسة عامة بقى للنقاش، وهيبقى معنا فيها الباشمهندس خالد، وهيبقى موجود فيها إن شاء الله ومعانا دكتورة آية ودكتورة زهرة. وأترك بقى أرجع الكلام لدكتورة آية عشان لو في أسئلة يعني، أتمنى تكون استفدتم. شكرا جزيلا دكتور محمد على المحاضرة يعني القيمة الحقيقة كعادة حضرتك، يعني الكورس كله وكل حلقة ممتعة أكتر من اللي قبلها.
ربنا يجعله بالفايدة يا رب إن شاء الله، ويكون حضورنا الكريم يعني استمتعوا زي ما احنا استمتعنا كلنا بالمحتوى والثري جدا الحقيقة، وإضافة تجربة حضرتك يعني بصراحة أعتقد إن الفيدباك بيتكلم عن نفسه ومش محتاج إن احنا نقول أكتر من كده. بالنسبة للأسئلة وصلنا، طبعا الشات حاليا مفتوح للحضور اللي يحب يشارك بأي سؤال. مبدئيا في بعض الحضور بيطلبوا الإيميل بتاع حضرتك، قد يكون للأفر القائم ب إنه يبقوا موجودين مع حضرتك ك ريفيور داتابيز، بحيث إنه لو حضروا معنا أكتر 3 سيشن أو أكتر إن شاء الله يكون متاح ليهم فرصة إن هم يشاركوا في ريفيوينج براكتيكالي بقى بعد الكورس ده في المجله اللي حضرتك بقى تشرفنا باسمها وتعرفنا بيها اكتر. طيب هي دلوقتي معروضه اهو، الايميل اهو موجود. تمام جميل. يبقى بالنسبه للناس اللي كانت بتسال ده ايميل دكتور محمد، ولو حضرتك تذكرهم محمد الداتا اللي ممكن او الداتا اللي حضرتك تحب زي ما باين how to be involved كده دي السبيشال. خلي بالك لما يبعتوا الداتا انت بقى ايه محكم، فانت دقيق في الداتا فيبعتها زي ما هي مطلوبه. تمام عشان ايه بلاقي الداتا ناقصه فده يدي انطباع من البدايه مش كويس، فابعت الداتا كامله كل نقطه مطلوبه مهمه جدا، عشان حتى لما بنسجل بياناتك على موقع المجلة بنحتاج البيانات دي كلها يعني. تمام. نبدأ أول سؤال وصلنا، ممكن أعرف إيه سبب إن صفحة الأركيد وسكوبس الاتش إندكس والبابلون وجوجل سكولر كل صفحة فيهم برقم سايتيشن مختلف؟ لان كل واحده فيهم غير الثانيه. سكوبس بيعتمد على السايتيشنز اللي بتيجي لابحاثك اللي منشوره في سكوبس، والسايتيشنز جايه من مجلات تبع سكوبس. ويب اوف ساينس بتعتمد على ابحاثك المنشوره في مجلات تبع الويب اوف ساينس، وسايتيشنز جايه ليها من مجلات مصنفه في ويب اوف ساينس. الاو ار سي اي دي ما فيهوش اصلا حكايه، ما فيهوش اتش اندكس اصلا، ولكن مش تبع حاجه بقى، هو بيعرض كل المؤلفات بتاعتك يعني. جوجل سكولر بيبقى بيعرض برضو كل مؤلفاتك تقريبا، لان تقريبا كل المجلات متصنفه في جوجل سكولر بغض النظر عن الجوده بتاعتها، وممكن تبقى مجلات بريداتور كمان. فميزه جوجل سكولر مش القوه الاتش اندكس، ميزته اللي هو اي حاجه نشرتها اي مجهود علمي عملته غالبا هيبقى متسجل على جوجل سكولر، وهيبقى السيتيشنز والاتش اندكس لكل المجلات تقريبا، لان وكل السيتيشنز جايه تقريبا، لان زي ما قلنا كل المجلات تقريبا متصنفه على جوجل سكولر. جميل. عندنا سؤال تاني، هل ممكن المراجع يقترح مرجع من ابحاثه قد يخدم او يدعم مراجع البحث الذي يقوم بمراجعته؟ معلش تاني. يعني انه حاليا في ريفيور بيراجع مانسكريبت، وهل ممكن يقترح الريفيور ده مرجع من ابحاثه هو قد يخدم او يدعم مراجع البحث اللي هو حاليا بيعمل له ريفيو؟ تمام، ما احنا اتكلمنا عن النقطه دي النهارده، قلنا اولا احذر ان انت تطلب الكلام ده على الفاضي او المليان، ده عن إثك. تمام. لو وجدت ان ابحاثك فيها جزء خاص بالموضوع ده ومرتبط بيه جديا، واضافه البحث ده في الريفرنسز ونتكلم عليه في الدسكشن شويه مهم لفائده البحث الحالي اللي انت بتحكمه، لا مانع ابدا اللي انت تطلب اللي هو يطلب ان هو يضيف البحث ده في قائمه المراجع. لكن لو عايزين بس نزوده علشان الاتش اندكس بتاعنا ده ان إثيكال. هل عشان اشترك في السفير اكاديمي لازم اشتراطات معينه علشان اسجل في البابلون اكاديمي؟ في السفير اكاديمي او ريسيرش اكاديمي اعتقد السؤال، يعني هل في اشتراطات معينه؟
لا لا، فري اكونت خالص ومتاح للجميع، يعني بتاخد كورس ما فيش اي اشتراطات خالص. تمام، طيب دكتور محمد، معانا سؤال تاني. اتفضلي. سؤال بيقول: أنا مشتركة في بابلون أكاديمي وأخدت كورسات، وصلت لمستوى 6. هو طالب إني أعمل دعوة للمنتور، إزاي أرشح؟ وهل لازم يكون على موقع بابلونز؟ وهل هو مفروض بيتابع تقييمي ولا بيعمل إيه؟ المفروض المنتور دوره، واحنا شرحناها في اول مره تقريبا لو افتكر، يعني دور المنتور، ميزه الكورس بتاع بابلونز دي متفرد فيها شويه، ان هو مش بيكتفي بس بتخلصي كورسات، لا في الاخر خالص بتحكمي بحثين عمليا، وتقرير البحث بتاعك، التقرير بتاعك بتبعتيه للمنتور ده، المنتور بيراجع التقرير وبيراجع البحث وبيقول بقى التقرير بتاعك كويس ولا فيه ملاحظات، ممكن يبعت ملاحظات مره وتعدلي ويبعت تاني او من مره واحده، وفي الاخر يأكسبت المنتور، وده يتم البحثين. فدي فايده المنتور، اللي هو حد يراجع شغلك بقى، يبقى شغل عملي ويراجع شغلك، وبتبقى مفيده طبعا. ازاي بقى نرشحه؟ متهيألي على الموقع متاح ان الموقع يختار لك، لو انت عارف حد ممكن تبعته، زي كده لما بتبعت بيبر للتحكيم في مجله، وممكن اللي من ضمن الشروط على الويب سايت يقول لك رشح 3 محكمين، هي نفس الفكره، وشرحناها قبل كده لما كنا بنعمل هاو تو رايت ساينتفك بيبر، الكورس اللي اديناه برضه في المركز القومي للبحوث، كان في مره كامله، مش مره كامله، انا خليتها فيديو كامل يعني على اليوتيوب، اللي هو ازاي ترشح محكمين ومواصفات المحكمين وكده، وهم اهم حاجه يكونوا من على الكورس، يعني هيبقوا في الفيلد بتاعك يعني. طبعا افضل لو هم على موقع بابلون، هيبقى اسهل بابلون يتصل بيهم، ولكن متهيألي على موقع بابلون متاح ان انت تسيب بابلون هو اللي يرشح لك، لان في بابلون بيسال الناس اللي مسجله عليه هل انت افيلبل كمنتور برضو، يعني نفس الفكره يعني. او ان اللي عايز يبقى منتور ممكن بيابلاي على من ضمن، لو انت ليك اكونت على بابلون ممكن تابلاي يعني، فهو ممكن يختارك بعد كده، فمش شرط ترشح يعني، لكن لو عارف حد بترشح وبتكتب الايميل بتاعه. انا في ناس استاذنتني طبعا وعلى الايميل بعت لها، واتبعت لي طبعا، وخدوا الشهاده بتاعت البير ريفيو كورس يعني، بس طبعا انا ما بحبش اقول اللي هو بعتوا لي، لان مستحيل يعني لو حد بعت لي 20 30 واحد في نفس الوقت كده هاخركم بقى، مش عشان كده ايه مخليها من غير دعوه يعني، زي ما تيجي، لما بتيجي حاجه ان شاء الله بنقبلها، ولكن صعب يبقى كله موجه لحد، لان كده هتتاخروا انتوا يعني، لان هيبقى العدد كبير يعني. سؤالنا التالي: طلب مني تحكيم بحث، وبعد ارسال التقرير لم يضع المحرر التقرير بتاعي، صحيح البحث اتحول لمجلة اخرى، بس انا شعرت انه مجهود مهدر. يعني ايه المحرر ما حطش التقرير بتاعك؟ يعني ايه؟ ما معنى الكلام ده؟ مش انا مش فاهمه. انت المجهود بتاعك خلاص، ان خدوا المحرر وبناء عليه قرر اللي هو يعمل ريجكشن، اتحولت بقى البيبر لمجله تانية، ده موضوع تاني، هل بيتحول معاها تقارير المحكمين ولا لا، هل مثلا ممكن يكون طلب منك بيرميشن وانت ما عملتش، يعني القصه مش كامله يعني، بس انت دورك خلاص، ما صدر القرار بناء على التقرير بتاعك. سؤال كمان دكتور محمد. السؤال بيقول: هل علشان أشترك في السيفير أكاديمي لازم فيه اشتراطات معينة؟ ما هو السؤال اللي ردينا عليه من شويه، ما لا ما فيش اي اشتراطات، اكونت عادي فري خالص، ما فيش اي مشكله. عشان أسجل كمتطوع في السيفير، هل لازم آخد كل كورسات السيفير؟ زي ما عرضنا، الاكونت بتاعتك بيبقى من ضمن البيانات المطلوبه هل انت اخذت الكورس ولا لا، تمام؟ فطبعا بتبقى فايده لو انت اخذت الكورس، لما المحرر بيجي بيشوف البروفايل بتاعك انت اخذت الكورس ولا لا، فتبقى علامه يعني مش شرط، ولكن بتزكيك يعني، بتدي لك قيمه اكبر. مثلا على موقع وايلي، لا وايلي قال لازم انت لما بتاخد الكورس وهم بيعملوا نوتيفيكيشن للاديتورز، بحيث لما يدوروا على المحكمين هيلاقوا اسمك من ضمن الناس. في سؤال كمان:
هل ممكن التسجيل كريفيور بإيميلي الشخصي ثم أقوم بتعديله إلى إيميل مؤسسي لاحقا؟ ممكن طبعا، بس هو الأوثق لما يبقى المحرر دور على محكم من خلال زي ما مثلا ما عملنا على موقع جيم من شوية، شافت مؤلفات واختار محكم بيألف في نفس التخصص البحث وجاب اسمه، فلو لقى ان الايميل مش انستيتيوشنال عادي مش مشكلة. لكن المشكلة امتى؟ لو انت كمؤلف بترشح محكمين، فرشحت محكمين بإيميلاتهم العادية، ساعتها الإيديتور ممكن يشك شوية، لأن في بعض الأحيان بتحصل مشاكل، بيبقى متفقين، بيبقى اللي بترشحه أنت متفق معاه، فبتعمل إيميل وهم، يعني قصة كده مش عايزين نخوض فيها حاجات كلها unethical. فلو المحرر هو اللي بيختار المحكم من الأبحاث المنشورة سهلة، أي إيميل مش مشكلة. لكن لو عن طريق تاني بيفضل يبقى الانستيتيوشنال إيميل، لأن ده بيدي ثقة أكبر. يعني في الترتيب اللي حضرتك عرضته على بابلنس للمحاكمين المصريين وترتيبهم من حيث عدد الأبحاث اللي حكموها، ظهر بعض محاكمين لا يوجد لهم بابليكيشنز. هل من الممكن لباحث أن يحكم قبل نشره لأي أبحاث في ضوء تخصصه مثلا في الدكتوراه؟ الإجابة يجوز ولكن نادرا، ولكن هم اللي احنا عرضناه لا يعني اللي هم ما نشروش. احنا خلي بالك احنا كنا بنعرض الابحاث المنشوره في ويب في ساينس في اخر 12 شهر، الباحث ده ممكن يكون نشر قبل كده السنوات اللي فاتت، نشر 50 بحث مثلا، والسنه اللي فاتت لاي سبب ما نشرش، وممكن يكون نشر السنه دي في حاجه في مجلات تابعه لسكوبس وغير مصنفه في ويب ساينس، فمش هتظهر برضو على موقع بابلنس. نعرف ده يعني نعرف احنا بندور في ايه، اللي كان معروض اخر 12 شهر في مجلات تبع الويب اوف ساينس، سواء في البي ريفيو اكتيفيتي او في الايديتوريال اكتيفيتي او في البابليكيشنز. معلش يا دكتور محمد بنثقل عليك، بس يعني الاسئله جايه كتير. انا مريح نص المحاضره النهارده كانت فيديوهات، فانا ما اتكلمتش كتير، مريح خالص يعني. طيب يعني تمام. في سؤال، هل يجب عمل اكاونت في موقع جين زي بابلون؟ لا، جين مش موقع، مش اكاونت، هو كده زي ما عرضت انا، مش محتاج اكاونت خالص. انت بتحط الابستراكت وتدور، يا اما تدور على مجله يا اما تدور على مؤلف زي ما قلنا يعني. والمؤلفين اتعرض اختار منهم المناسبين للبحث اللي هم يحكموا البحث بتاعه. فعشان كده كل ما تنشر اكتر كل ما هتظهر في موقع جين لما يكون الايديتور بيدور على محكمين، هي فايده بقى ان انت تنشر كتير يعني. اتفضلي دكتوره سهى. هل هناك صيغه لاستعجال تقرير حاله البحث سواء بالقبول او الرفض؟ المؤلف يعني اللي بيبعت؟ افهم كده. تمام. برضو احنا النهارده بنتكلم من وجهه نظر المحكم، فحاولها بقى غلاسه بقى، حاولها من وجهه نظر الايديتور الاول. الايديتور ممكن يبعت للمحكم لما يكون فات مثلا محدد له اسبوعين وما لسه ما بعتش التقرير، فممكن يبعت له تنبيه. وبعد كده ممكن بعض المواقع اوتوماتيك بتشيل الانفيتيشن لو اتاخر المحكم، عشان كده قلنا اهميه الالتزام بالوقت في تقرير التحكيم بتاعه. المؤلف بقى لا، البحث بتاعه قعد شهرين ولسه وذ ايديتور مثلا، او قعد 4 شهور ولسه ما جاش التقرير، بيبعت على موقع السبمشن نفسه، ممكن يبعت ايميل، بيبقى متاح ده ايميل للاديتور، ويقول انا دلوقتي البحث بتاعي بعته من تاريخ كذا ولغايه دلوقتي مع المحكمين، فهل متوقع امتى يظهر التقرير بتاعه؟ بس ما فيش صيغه محدده يعني، انت بتقول اللي حصل وخلاص. هو بتساعدها الاديتور، طبعا الاديتور ممكن يبقى تحت ايده 70 بحث في نفس الوقت، فممكن لما انت تبعت ده بس مجرد ملاحظه، فهو بينتبه بيبص على البحث ده لوحده ويشوف هل في مشكله فيه، هل في حد متعطل، هل في تقرير من محكم متاخر وهكذا. في سؤال كمان بيقول، حكمت بحث وكان الكورسبوندنج اوثر كاتب الايميل الخاص بيه ارقام، انا علقت للاديتور انه يفضل اوفيشال ايميل، هل ده صح مني كريفيور؟ لا، ملناش دعوه بيه يعني، ملناش دعوه ان الايميل بتاع الاوثر ايه اصلا، مش مشكلتنا، ده مشكله المجله. تمام، اوكي.
سؤال ما أعتقد الأخير أو قبل الأخير، لو أنا تخصص تمريض ومعايا طبيب بشري، هل يتم النشر في مجلة للتمريض ولا طبية، وتوزيع الدرجات بينا بيكون إزاي؟ نعودنا ثاني للترقية. طيب، هو اختيار المجلة ده بالاتفاق بينكم، البحث فرصته في النشر فين أكتر، هل المحتوى البحث تابع للطب أكتر ولا تابع للتمريض أكتر، ده اختيار بينكم وحسب رؤيتكم يعني. تمام. الحاجة التانية في ترقية المجلس الأعلى للجامعات، تمام، عشان احنا في مركز البحوث دلوقتي، فاللي بتكلم عليه ترقية المجلس الأعلى للجامعات، في حاجة اسمها نسبة مشاركة. في نسبة المشاركة بيحسب الناس اللي في التخصص العام بس، لو انت تمريض مش هيحسب معاك الطبيب، الطبيب بيترقى تبع لجنة تبع كلية الطب، تمام، تبع كلية الطب، او كمان في لجان كتيرة تبع كلية الطب. انت كتمريض اي حد بيترقى معاك من خلال اللجنة ده يعتبر في التخصص العام بتاعك، مش شرط يبقى في جامعة. اي حد تخصصه المقابل، يعني هو مثلا نفترض ان مركز البحوث عنده كليه تمريض، عنده حاجه للتمريض، نفترض يعني التمريض ده المقابل ليه في الجامعه ايه، هيخش في لجنتك، ما هو تمريض هيخش معاك في نفس اللجنه، يبقى يتحسب معاك. تمام. ده طبعا زي مثلا التخصصات تانية هنلاقيها في مقابل لها في مراكز البحوث، في مقابل لها، او حتى تمريض مش تابع للجامعه واشترك معاك في البحث فهيتحسب معاك لانه تمريض في الاخر، هيتحسب معاك في التخصص، او حتى تمريض من دوله تانية هيتحسب معاك من التخصص. لكن اي حد في تخصص اخر غير التخصص العام بتاعك مش هيتحسب في نسبه المشاركه. في حاجه معلومه تفصيليه اكتر، هي مخالفه للائحه ولكن عرفتها من زمايل في التمريض كتير كلموني بيترقوا، ان لجنه التمريض بتعتبر كمان التخصص الدقيق هو التخصص العام. لو انت تخصص تمريض جراحي باطني وحد تاني تخصص تمريض اطفال، فهم بيعتبروهم تخصصين مختلفين، ويبقى نسبه مشاركه ليك لو انتوا اتنين مثلا وكل واحد هيعتبره لوحده مش في التخصص بتاعك، وان كان ده مخالف للائحه بس ماشي، ممكن نعتبر مثلا التخصصات تمريض كتيره فمش هنقدر نخليهم لجنه واحده، وده تمهيدا ان هم لجان تنفصل، ولكن ده مخالف للائحه، ولكن ده اللي بيتعمل فيه لجنه التمريض. ارجو اكون اجبت يعني. لا، أكيد إجابة حضرتك وافية يا دكتور محمد. إحنا بنشكر حضرتك جدا على وقت حضرتك وعلى المحاضرة اللي يعني مش قادرة أوصفها، رائعة أو هايلة يعني بجد. خاصة يعني بالنسبة لي شايفة الجزء الأخير إن حضرتك شرحت فيه إزاي ستيب باي ستيب في كذا دور نشر. انا قلت في الاول، في اول من اول الويبنار، انا جمعت الداتا من مواقع كتيره قوي، من كل دور النشر تقريبا، من كوب، موقع كوب، من موقع للإديتور، ويب سايت خاص بيهم، بس الحته دي اللي انت بتقولي عليها لاخر فيديوهات دي ده اوريجيناليتي بتاعتي يعني، دي نوفلتي بقى لو بنتكلم عليها، ده شغلي صريح يعني، ما فيش حد كاتب الكلام ده قبل كده. ما هو واضح طبعا جدا بجد يا دكتور محمد، يعني شغل رائع، لان حضرتك يعني زي ما تقول اديتنا الخلاصه في الاخر، لانه ناس كتير كانت بتواجه مشكله ازاي ان هي توصل ان هي تبقى ريفيور وبيسالوا كتير، فحضرتك يعني اديت لهم كده يعني الملخص المفيد في كل في كذا دور نشر، ازاي ان هم يقدروا يوصلوا للمرحله ان هم يبقوا ريفيور في مجلات انترناشونال دي. فانا شخصيا بشكر حضرتك جدا على المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا وعلى المحاضره الرائعه النهارده، وطبعا يعني المحاضره اللي جايه يعني هنقول هتبقى حسن الختام ان شاء الله، هتبقى يعني تجميع ما بين حضرتك والسيفير، وهتبقى ان شاء الله يعني فيها معلومات باذن الله الناس كلها مستنيه ان هي تعرفها ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا وعلى الأسئلة برضو اللي أرهقنا حضرتك بيها النهاردة. شكرا جزيلا لحضرتك، ونشوفك إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور محمد الشيمي، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة القاهرة. شكرا للمهندس خالد شعلان لوجود حضرتك معانا النهاردة، وأكيد كلنا هنتشوق جدا للمحاضرة الأخيرة أو الويبينار الختامي لسلسلة Elsevier NRC Guide Course for Reviewers Sharing Professor محمد الشيمي Expertise. عنواننا في المحاضرة الختامية هيكون Peer Review Insights from iScience Editors، وهيكون معانا
اثنين من الامننت اديتورز في مجله اي ساينس التابعه لالسرير. هيكون معانا دكتور كانودا ودكتور ميشيل، وان شاء الله هيكون ميعادنا يوم الاربع اللي جاي بعد بكره تاريخ 7 ابريل، لكن ميعادنا الساعه 2 ظهرا. ننتبه بقى للميعاد ده، مخالف لموعدنا اللي مشينا عليها تقريبا كل السيشنز اللي فاتت عدا سيشن L3. ان شاء الله هننتظر تسجيلكم في السيشن دي. الفورم بتاعت التسجيل متاحه في الشات بوكس، هنسجل فيها، ولينك الحضور عبر الزوم كذلك متاح. وأتمنى إن كل الحضور النهاردة يكونوا سجلوا في اللينك تسجيل الحصول على الشهادة اللي هو بينزل فعليا في الشات بوكس ولازال متاح لكم لحد دلوقتي. يعني بشوف أسئلة كتير عن أنا ما وصلتنيش الشهادة، إحنا بس مجرد ما بنسجل ونعمل سبميشن وننتظر 5 لـ10 دقايق كده الدرايف لينك اللي موجود هنجد في البي دي اف برينتبل فيرجن للسيرتيفيكت. اذكر حضراتكم برضو بالاوفر من فريشيمي بحضور 3 ويبينارز او 3 سيشنز، وامكانيه انه نبعت ريفيور داتا لدكتور شيمي على الايميل الشخصي او الانستيتيوشن الايميل بتاعه مع كل البيانات بمنتهى الدقه، نسجلها وان شاء الله دكتور محمد يدينا فرصه للريفيوينج في المجله اللي هو اديتر فيها، وقد ذكر سابقا كل التخصصات المتاحه. بشكركم جدا. كان معاكم دكتوره زهراء احمد الموافي باحث مساعد قسم ساحه الطفل في شعبه البحوث الطبيه بالمركز القومي للبحوث، ودكتوره ايه خليل زميلتي العزيزه في قسم الانثروبولوجيا البيولوجيه برضو في شعبه البحوث الطبيه بالمركز القومي للبحوث واعضاء وحده المؤتمرات. لينك وحده المؤتمرات كويب سايت موجود، كفيسبوك بيج موجود. بالنسبه للناس اللي كانت بتسال على تسجيلات المحاضرات السابقه للكورس ده ولاي كورس كان متاح سواء في سلاسل السيفير المختلفه اللي بنقدمها هوستد باي الكونفرنس يونت ات ناشونال ريسيرش سنتر، او السلاسل السابقه اللي شرفنا فيها برضه الدكتور محمد الشيمي يعني المشاركه فيها معانا كوحده مؤتمرات في مركز قومي للبحوث. كل التسجيلات دي متاحه على اليوتيوب شانل لوحده المؤتمرات، اللينك بتاعها برضه موجود على الشات بوكس لاي حد يحب يرجع للبلاي ليست اللي متاحة على الويب سايت. كذلك بيكون متاح كل التسجيلات السابقة، كل الجوجل درايف لينكس للشهادات السابقة للناس اللي بترجع تسألنا وتبعت لنا ان هي ما قدرتش توصل للشهادة بتاعتها. كل الدرايف لينكس موجودة على الويب سايت بعناوين المحاضرات، فأي حد واقع منه شهادة في أي حتة هيلاقيها ان شاء الله عندنا على الويب سايت. مش هطول عليكم أكتر من كده. شكرا جزيلا لوجودكم معنا، شرفتونا ونورتونا من المركز القومي البحوث من مختلف الجامعات والأكاديميات البحثية والباحثين والباحثات في مصر وفي بعض الدول العربية الشقيقة. أتمنى لكم أمسية سعيدة وتصبحوا على خير، نشوفكم يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 2. تأمن الله.